عسلامة ومرحبا بكم في أسبوع ليلى نحكي وعلى الحراك السياسي اللي عشناه طوال الأسبوع. بعد أسبوع من الحراك الاجتماعي نحكي وعلى القرارات اللي أفرزها هذا الحراك السياسي، مدى فعاليتها ومدى نجاعتها وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع، ونحكي أيضا على المؤتمر الوطني الاجتماعي اللي يحسب مصادر حكومية مؤكدة تقول وأنه سينتظم في أجل أقصى 15 مارس القادم. نحكي في الجزء الثاني من حصة في أسبوع على الانتقادات اللي وجهت للإعلاميين في تغطيتهم للأحداث القصرين، وأيضا نحكي على واقع حرية الصحافة والإعلام في تونس في ظل إحالة عدد من صحفيي القناة الوطنية على التحقيق. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، شرفنا بالحضور في الجزء الأول من هذه الحصة سعاد لطيف المكي القيادي في حركة النهضة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. إلى جانب سي مهدي بن غربي نائب المستقل بمجلس نواب الشعب، أهلا وسهلا بك. وأيضا يحضر معنا سي جيلاني الهمامي القيادي بالجبهة الشعبية، أهلا وسهلا بك. وكالعادة الكرونيكور نتاع الحصة نور الدين المباركي، أهلا وسهلا بك. حبيت في البداية نشير إلى أنه الأسبوع الماضي كنا عدينا في فقرة برافو الفتاة زينة الكعبي اللي متحصلة على الأستاذية في الرياضيات. في الحقيقة نحب نفتح قوسين لهنا نشكر زميلتنا جميلة سويلح من الأخبار الوطنية اللي مشيت نقلت لنا روبورتاج عن هذه الفتاة من حمام زريبة في زغوان. قلت عدينا في الفقرة هذه زينة الكعبي، تفاعلت معنا وزارة التجارة، ووزير التجارة محسن حسن كلف أحد إطارات الوزارة بالتحول إلى زغوان، وتحول يوم الأحد الماضي وأعد ملف كامل حول وضعية زينة الكعبي. الملف الآن على مكتب رئيس الحكومة لحبيب الصيد اللي أثنى على عزيمة هذه الفتاة، واعتبر أن هذه النوعية من الشباب يلزمها تتكرم، ويجب في انتظار طبعا أنه يحظى هذا الملف وتحظى هذه الفتاة بالعمل المناسب. شكرا إذن لكل من ساهم في أنه يبلغ صورة هذه الفتاة. نمشي والحوارنا كما قلت، لكن قبل هذاك نبدأ بالزابينك اللي عملته سيرين بن قاسم. قبل ما نبدأ على بركة الله تفضل. أهلا وسهلا بكم في زابينك حلقتنا لليوم. نبدأ بإبداعات الهشمي الحامدي الجمعة هذه اللي طردوه الأمنيين المعتصمين في القصبة المرة الأولى. حاجتنا حتى سياسي، مرحبا بك. نجمة تغادرنا سياسي. ومن بعد طردوه أهلي بنزر. ما تمشي بوعزيزي، هذاك حرك وحرك تونس، حررها من الظلم ومن الاستبداد. ما طردوه، أهوك عمل لكم أغنية وفرح بكم، قولوا سي الهشمي خايب عاد. يا تونس الخضراء اللي صورك اللي صورك ترن ترن ترن. أضرب عندك سليش مشكون كيفك أو كابين درمين قرريت بناء إصداراتك الفنية. يا تونس الخضراء ما أجملك، يا الهاشمي يا الحابدي ما أمسك. استنى استنى استنى، حسن بن عثمان يتربج بمقديد السيلي. قال صديقي يعني ابو المقاديد الذي يعني حتى في القديد لا يقده كما ينبغي. في المحكمه وفي مصر نلقاو الرئيس السابق حسني مبارك يعمل في قيوة شيخ. من المواجهات اللي شفناها حوار مريم بالقاضي مع وزير الماليه السابق الياس الفخفاخ. اي عاد الياس ما تتغشش، ما كانش راي باش تبطل نبطلوا. اي هذا الكل ما يهمش، المهم تفهمونا سيلياس استدعيتوه ولا جا وحده؟ لا سيلياس انا استدعيتك. لا انا جيت انا استدعيت سيلياس، انا استدعيتك. المشادات الكلاميه في البلاتوات ما توفاش، نقاش بين الخبير الاقتصادي معز الجودي والنايب على حركه النهضه محمد فريخه يولي هكا. فين الطائره هذيك؟ نعم هي موجوده في تونس. اش عملت بها هكا من مصادره؟ شكون قال؟ هاني نقول لك انت، شكونك انت باش تقول؟ من البلاتوات نمشيو لقبه البرلمان وين كثر التشويش اللي قلق النايب على الجبهه الشعبيه المنجي الرحبي. بربي كتلة حركه النهضه يسكت شويه. بربي كتلة حركه النهضه يسكت شويه. ياسين الجزيري اسكت شويه خلينا نتكلم. الحديث كان على اليسار ويحكي على كتلة حركه النهضه يزن بالتشويش. وتفاديا لاي نتيجه على العرك هذا، النايب على افاق تونس محمد غنام القى لكم الحل. في كل بلد
عندهم دي ديفيبراتور في موقع المجلس. السيد الرئيس نجم نجيبه لك. اما باش اكاديت واوصل انت يلا لا يحوشك ليه. نختموا باول مسلسل تركي بالتونسي، اما مش يظهر الترجمه يلزمها شويه مراجعه. بارك الله على بنياتي، انتم الزوز لا واحده احلى من الاخرى. لا واحده احلى من الاخرى تتقال، اما مش هذا مقصود المرايه يا جماعه. كان هذا زابينج الجمعه هذه، استنونا الجمعه الجايه. إذا نرجعوا للبلاتو، فقط نحب إشارة صغيرة لسي الهاشمي الحامدي زعيم تيار المحبة. احنا رانا ما استدعيناهش في الأسبوع الماضي خلافا للي صرح به لوسائل الإعلام. احنا ما استدعيناهش، ولو استدعيناه ما فماش علاش باش نرضوا أنه يدخل المقر التلفزة أو يحضر معنا في البلاتو. هو مرحب به دائما وينتظر منا دعوة في أي وقت، ولكن للتوضيح فريق إعداد في أسبوع رانا ما استدعيناش سي الهاشمي الحامدي لسبب بسيط. هو جاء نهار الجمعه المقر التلفزه وقال استدعوني، احنا قيمه الضيوف تكون حاضره من يوم الثلاثاء على الاكثر من نهار الاربعاء، ما نجموش نخليو برنامجنا قيمه ضيوفه مش موجوده او ماناش مبرمجين ضيوفنا لنهار الجمعه نهار بث البرنامج. ومرحبا به سي الهاشمي الحامدي، وان شاء الله يكون حاضر معنا في حصه من الحصص. طبعا قلت حراك سياسي كبير، رئيس الحكومة الحبيب السيد التقى بأغلب الأحزاب، التقى بأكبر المنظمات الفاعلة في البلاد، وتمخضت هذه اللقاءات عن جملة من القرارات. طبعا أعلنها البارح بعد يومين من جلسة استثنائية بمجلس نواب الشعب. شوفوا تقرير في الموضوع ونبدأ على بركة الله الحوار. بعد الأحداث اللي صارت مؤخرا في الجهات، تحركت الأحزاب والمنظمات وكل واحد فيهم أعطى مقترحات للخروج من الوضع الحالي وإيجاد الحلول اللازمة. سلسلة من اللقاءات نظمها رئيس الحكومة لحبيب الصيد، وأولها كانت مع حزب حركة نداء تونس اللي طالب بإعادة ترتيب الأولويات وتركيز سنة 2016 سنة للتشغيل والجهات، الجانب التركيز على القوانين اللي عندها أولوية واللي تستجيب المطالب الشعب والتسريع في تفعيلها باعتبارها تسهل الاستثمار. حركة النهضة وبعد اللقاء مع رئيس الحكومة دعت الحوار وطني موسع حول التشغيل، تشارك فيه الأحزاب والمنظمات الكل خاصة اللي عندها علاقة بالتشغيل. المقترح هذا رحب به حزب أفيق تونس اللي قال زادة أنه لازم يتم ضمان مردود بقيمة 500 دينار لكل عائلة وخلق مواطن شغل. الجانب الاتحاد العام التونسي للشغل اللي دعا لأنه الحوار هذا لازم يكون تحت إشراف الحكومة لمعالجة مشكلة التنمية والتشغيل. ومن المنظمات اللي ساندت زادة مقترح حوار وطني حول التشغيل نلقاو الهيئة الوطنية للمحامين اللي أكدت أنها باش تشارك في الحوار هذا. وفي بيان أصدره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وضح فيه موقفه من الحوار الوطني حول التشغيل، أكد أنه الأوضاع الراهنة تتطلب قبل كل شيء اتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة الشباب المعطل على العمل وتشجيع بعض المشاريع في الجهات، وينأكد زادة على استعداد لمناقشة أي مبادرة تعلن عليها الحكومة. الاتحاد الوطني الحر اعتبر مبادرة الحوار الوطني حول التشغيل ما هيش هي الحل، ودعا لتغيير الطريقة الاتصالية بالنسبة للحكومة لجنب حل الإشكاليات العقارية وتمويل المشاريع، تعليق تسديد الديون لمدة 3 سنين، الضغط على نفقة الدولة حسب مسألة الأملاك المصادرة، وفرض ضريبة استثنائية وظرفية على الثروات الكبرى كانت مقترحات الجبهة الشعبية لرئيس الحكومة لحبيب الصيد، كما دعا اتحاد الفلاحين لتمكين الشباب من استغلال الأراضي الدولية اللي تم استرجاعها في شكل شركات تعاونية. أحزاب أخرى ما تقابلتش مع رئيس الحكومة، لكن في المقابل أعلنت على مقترحات من شأنها أنها تساهم في تجاوز الوضع الحالي، كما التيار الديمقراطي اللي أكد على ضرورة الانتصاب للحساب الخاص بعد تغيير مناخ العمل، وقال زادة أنه حوار وطني حول التشغيل مش باش يفرز نتائج عملية، لكن كانت نظم الحوار فإنه الحزب باش يشارك. من جهتها تنسيقية اللقاء الوطني والمتكونة من 4 أحزاب دعت الإصلاح التربوي وإصلاح جبائي. لابد من الاستثمار العمومي، يعني أن الدولة تقوم بمشاريع استثمارية كبرى يمكن فيما بعد ذلك أن يقع التفويض فيها، لكن لابد أن تترك لها موارد ولا ترتكز مواردها
على الضرائب. ثانيا لابد من إصلاح جبائي بما يضمن استخلاص الجباية من المتخلدة لدى رجال الأعمال والقطاع الخاص. ثلاثة، أعطى أولوية في مبادرة الشباب. من غير ما ننسى حزب المسار اللي طالب في ندوة صحفية بإنشاء صندوق التمييز الإيجابي واللي باش يتحول البنك التنمية للجهاد ويكون تمويله على طريق اكتتاب وطني مفتوح للمواطنين والمؤسسات، إضافة لتمكين الشباب من بطاقات علاج مجانية وتخفيض بنسبة 50% في سوم الانترنت. رئيس الحكومة لحبيب السيد من جهته وفي جلسة عامة البارح في مجلس نواب الشعب أعلن على عدد من الإجراءات، أبرزها انتداب 23 ألف عاطل على العمل على طريق المناظرة، تفعيل انتداب عاطل على العمل بالنسبة لكل عائلة معوزة، تجنيد قرابة 30 ألف ضمن الجيش الوطني وباش يتم انتداب جزء كبير منهم بعد فترة التجنيد، حذف التمويل الذاتي بالنسبة لأصحاب الشهادات العليا والراغبين في الانتصاب على حسابهم الخاص، وحذف الضمان بالنسبة للراغبين في الانتصاب على حسابهم الخاص. الاتفاق مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على توفير 50 ألف موطن شغل في القطاع الخاص عام 2016 وإجبارية التكوين المهني بالنسبة للمنقطعين على التعليم. خليني نذكر أن رئيس الحكومة أعلن خلال الجلسة هذه وأنه باش يعقد مؤتمر وطني للتشغيل، وحسب مصادرنا أو مصادر حكومية أكدت لنا قبل بداية هذا البرنامج وأن الحوار هذايا سيكون في أجل أقصى 15 مارس القادم. نبدأ في جملة القرارات، نبدأ معك سي عبد اللطيف المكي. القرارات اللي أعلن عليها رئيس الحكومة شنو رأيكم فيها؟ هل هي قابلة للتطبيق أم لا؟ وأحنا شباب المعطل على العمل ينتظر في قرارات جدية وسريعة التنفيذ. بارك الله فيك. بالنسبة للقرارات اللي أعلن عليها السيد الحبيب السيد رئيس الحكومة، أعتقد فيما يخص جانب الدولة والوظيفة العمومية قابلة للتنفيذ الفوري، لأن نعرف أن الدولة كل ما تعلن عليه من انتدابات يكون معناها مرسم في الميزانية، وبالتالي يعني يتم عبر المناظرات. بل هو زاد أكد قال أنه بالنسبة لنا مش نمشيه في المناظرات لأنه ثم إجراءات إدارية تتم بين الوزارة المعنية وزارة المالية الوظيفة العمومية في الوزارة الأولى. قال هذا كله باش نلغوه باعتبار أنه تم المصادقة في الميزانية، فكل وزارة تعمل المناظرات نتاعها، وبالتالي الانتدابات اللي كانت مرات تمر السنة دون أن تجري الانتدابات هذه إن شاء الله تتم خلال 3-4 أشهر الأولى من السنة. الصيغة نتاع 30 ألف اللي مش يمشيوا للجيش الوطني واللي أنا الفكرة متبنيها هي لما زالت غامضة، يعني أنه تخدم أكثر في الجيش الوطني مقابل امتيازات في الانتداب في الوظيفة العمومية قد تصل معناها إلى نسبة 100%. مثلا تخدم عامين عندك بونوس 50%، تخدم مثلا 3 سنوات عام يعني الأصلي وعامين تطوع. هذا رو مثال مش المضمون قرار السيد رئيس الحكومة. تولي مثلا تنتدب بصورة فورية في الوظيفة العمومية. فبيخص الدولة والمنشآت العمومية سيتم الوفاء به بسرعة كبيرة جدا. برنامج العائلات المعوزة هل هو برنامج مستقل على 23 ألف بالتالي إضافي؟ وهنا عدد العائلات المعوزة كبير جدا، يعني يتجاوز ال 200 تحكي على انتداب عاطل عن العمل لكل عائلة. مثلا هذا البرنامج هذا تعمل في السابق 2012 و2013 ولكن تحط له سقف 1250 تتوزع على الولايات، كل ولايات تلقى فيها 40-50. هل المرة هذه بتكون بالضرورة كل عائلة معوزة وبالتالي سيكون العدد كبير وماذا بينا؟ وهذا بالتالي يطلب توضيح. بالنسبة لتعهد الاتحاد الصناعة والتجارة إن شاء الله تتوجد آليات باش يوفي به. احنا نعرفوا اللي تم مرة حوار مع المكتب التنفيذي الحكومة كاملة مع المكتب التنفيذي كامل الاتحاد الصناعة والتجارة، يقولوا نستحقوا حتى 115 ألف يعني يد عاملة مختصة. فإن شاء الله تتوجد الآليات اللي على الأقل يوفى بالخمسين ألف هذه بانتظار إجراءات في قطاع الفلاحة، لأنه ممكن بعض شركات خدمات فلاحية تتكفل الدولة بجزء من الراتب الشهري بأنه ينصبوا عليه في الصناديق الاجتماعية خير من تعطاه منحة كيك فارم مقابل أنه الفلاح
يشغل شغل قار ويكمل بقيه معناها الاجر خاصه في المساحات السقويه. فبالتالي هذه الاجراءات في العموم ستنفذ ان شاء الله، لكنها غير كافيه لانه هذا كله مع بعضه باش يعمل 100 110 الف، احنا عندنا 600 الف عاطل عمل، ما نقولوش مش يشتغلوا في عام واحد، ولكن لابد من ايجاد افكار قادره كل عام تولد لنا عشرات الالاف من مواطن الشغل. سي جليل، سي عبد اللطيف يراوى انه القرارات هذه قابله للتنفيذ، انتم كالجبهه الشعبيه تعتبروا انها قرارات قابله للتنفيذ ام لا اولا، وهل هي كافيه ام لا؟ شوف قبل الموضوع ذا انا عندي ملاحظه على التقرير اللي عديتوه. تو تعادوا التقرير لا يتناسب معناها الخطاب مع الصور. تعدوا على الجبهه الشعبيه قابله رئيس الحكومه، وتعدوا سيد رئيس اتحاد الفلاحين. لا هي قالت وكان التلفزه الوطنيه تنقصها صوره على الجبهه الشعبيه. عندنا صوره ونقلناها في الاخبار، لكن ما نجم ما لقيناهاش اليوم باش نحطوها في التقرير، وعديت المجلس النواب ومن بعد قالت تفرجت في التقرير عرفت باش تعمل الملاحظه هذه. قالت وانه هذه كانت قرارات الجبهه الشعبيه، وبعد حكيت على رئيس منظمه وقت تحكي على مع مقترحات الجبهه الشعبيه تعدي في رئيس اتحاد الفلاحين. اتحاد الفلاحين عديته كي ذكرته، فهمت؟ عديت مجلس النواب. المهم ملاحظه بسيطه بنتي واحد. مرحبا بكل ملاحظات الجبهه الشعبيه مسكينه فهمتني. لا مرحبا بكل ملاحظاتك. بالنسبه للقرارات تاع رئيس الحكومه، القضيه مش في قابله للتنفيذ ومش قابله للتنفيذ، ساعه مردوديه القرارات هذه. تعرف احنا العدد العاطلين على العمل اللي عندنا كبير، وننتظروا السنه باش يزيد يلتحق معناها ما بين 80,000 و90,000 طالب بيد طالب شغل جديد، وهذا الطلب السنوي. والاجراءات هذه في الاخر قداش باش تعطي؟ معناها العدد اللي باش تعطيه عدد محدود جدا. بالنسبه للوظيفه العموميه المرسمين في الميزانيه 16,000 او بالاحرى 15,800 معروفين كيفاش موزعين. من البدايه 6,000 للامن، 5,000 للجيش، 2700 ولا 2900 للتعليم، فهمتني 1100 واش للصحه، و 269 ولا 270 وزاره الشؤون الاجتماعيه. هذوما المرسمين في الميزانيه، واللي باش يقع انتدابهم المفروض يقع انتدابهم حاجه باهيه باش يقع معناها تخفيف الاجراءات باش الانتدابات والمناظرات تقع بسرعه ويتحل الاشكال هذا. وهو رئيس الحكومه قال باش نحاول لمده 3 شهور الاولى باش الامور هذه كلها معناها تتم. بقيه الاجراءات الاخرى الكل سامحني معناها كلام في كلام، حديث لا اكثر ولا اقل. اعطينا مثلا كيما مثلا بالنسبه للجيش، الناس باش يمشوا للجيش باش نعمل لهم فورماسيون بروفيسيونيل، باش نعمل لهم تكوين مهني باش يكملوا عامهم الجيش يخرجوا يكون عندهم معناها مؤهلات مهنيه باش ينجم يدبر خدمه معناها في سوق شغل. قال فما امكانيه حتى انتدابهم في الجيش. وحتى امكانيه، ولكن الجيش شنو امكانيه الانتداب فيه؟ الجيش امكانيه الانتداب فيه المرسم في الميزانيه 5,000 واحد. 5,000 واحد هذو مرسم في الميزانيه. قال قادر على استيعاب اكثر من هذا العدد. قادر على استيعاب، قداش يكون قادر على استيعاب الجيش الوطني؟ قداش الجيش البر باش يردوها؟ احنا الجيش نتاعنا من بين 35,000 38,000، قداش يردوه؟ 50,000 الجيش التونسي باش يردوه 60,000 معناها باش يستوعب 10,000 اضافيه. الاجراءات الاخرى معناها نتاع العائلات المعوزه، حوالي 260,000 عائله معوزه. نحطوا احنا باش يقبلوا على اشطرهم 130,000، 130,000 باش يقبلوا 130,000 على 130,000 عائله معوزه اللي عندهم، كل عائله عندهم فهم اللي عائله فيها ثلاثه واربعه على الاقل كل عائله واحد. هو كما قال عبد اللطيف مش واضح القرار اللي هو يندرج ضمن 23,000 اللي باش يتم انتدابهم ام لا. بالضبط، هذه الاجراءات من قبيل الاجراءات تاع بن علي قبل. نشجع المؤسسات اقبل واحد اس بي بي ولا اس بي بي دو والا بهذه الصيغه او بتلك. تو ننقص عليك في معناها في الشارج سوسيال معناها على سي ان اس اس، وتو ننقص عليك في الاداءات ونخلوك مده 5 سنوات ما تخلصش وما شنو. الاجراءات التحفيزيه لمنظومه اقتصاديه ضعيفه قابليتها قدرتها على انها تستوعب معناها ضعيفه برشا. الاجراءات هذه مش هذه الاجراءات المطلوبه، هو ان الدوله تعمل اجراءات شجاعه. وشنو الاجراءات الشجاعه؟ دوله اول حاجه عندها مشكل الناس كل تعترف به، الدوله عندها مداخيل محدوده بين 20,000 مليون دينار و 22,000 مليون دينار. وعندها شويه مداخيل غير جبائيه. وعندها 6,000 ولا ما بين 6,000 و 6,500 معناها قروض من الخارج. الدوله ما تحبش تاخذ اجراءات باش تنجم تحسن من المداخيل الجبائيه نتاعها. وباش تحسن من المداخيل غير الجبائيه نتاعها. احنا قدمنا مقترح قلنا لهم
يا خويا اطلبوا من الناس الدائنين اللي عطاوكم فلوس اللي يسلفوكم فلوس، اطلبوا منهم قولوا لهم مده 3 سنوات احنا راهو اقتصادنا تعب، الخواص اللي عندنا ما نجموش يستثمروا وخايفين وما يستثمروش، والى حد ما عندهم حق، شكون اللي باش يجي يحط فلوسه وهو بين شهرين 3 شهور تنجم تقوم القيامه في البلاد؟ شكون باش يجيك من برا يجيب فلوسه باش يحط باش يعمل مشروع لهنا وهو خايف ارهاب وفوضى معناها اجتماعيه الى اخره؟ حتى واحد، شكون باش يبقى معناها قادر يعمل؟ هي الدوله. والان مطلوب من الدوله ان بصوره استثنائيه لفتره نتاع 5 سنوات هذوما الدوله تتحمل المسؤوليه باش تعمل مشاريع، والدوله تعمل المشاريع الكبرى سواء في البنيه الاساسيه او في القطاع المنتج، في الصناعه او في الفلاحه وفي الخدمات. وباش الدوله تنجم تستثمر لازمها تحسن المداخيل نتاعها، وباش نجم تحسن المداخيل نتاعها ما عندها الا 3 حاجات. اول حاجه تطلب انه الديون هذيا يا خويا يقبلونا مده 3 سنوات ما ندفعوش الديون، سامحني خلينا نكمل. والحاجه الثانيه هو انه الناس اللي عندهم معناها ثروات كبرى واللي استفادوا من الدوله واستفادوا من المجتمع واستفادوا من الاقتصاد قبل، والدوله اعطتهم تسهيلات والبلاد خلتهم تخدم واستثمروا وشاخوا ولمدوا الفلوس، اليوم مطلوب منهم دين انهم يعطوا معناها ضريبه حتى 1% على ثروتهم. الدوله بمقدورها باش نجم تكون عندها مداخيل اضافيه ما بين 10,000 و 15,000 مليون دينار، الميزانيه في العوض 29,000 و200 وواش نجم تصبح 40,000 و45,000. وقتها الدوله تنجم تعمل مشاريع، وقتها الدوله تنجم توفر مواطن شغل، ومش بالاجراءات الوهميه هذه اللي الاجراءات هذه مش حل المشكله. او تشوف الايام مبينه كيما الاجراءات اللي تعملت قبل واليوم وصلنا معناها للي وصلناه في الاسابيع الاخيره، هاي الايام مبينه مده واضح. عام اخر وتنشوف الاجراءات هذه ايش تعمل. واضح تجي لنا. مازلنا نحكي سي مهدي، من خلال مداخلاتكم في مجلس النواب لقيتوا صداء وقت اللي اعلن رئيس الحكومه على مجموعه القرارات هذه، لقيتوا صداء لمداخلاتكم في المجلس؟ يعني القرارات هذه كانت موجوده في مداخلاتكم، طلبتوا بها، حسيتوا بالارتياح بعد ما قالها ولا لا؟ اول حاجه نحب نلاحظ انه الازمه اللي تمت في البلاد على الاقل خلات السياسيين معنا على عكس الانتخابات اللي فاتت واللي قبلها يحكيوا في مشاكل البلاد. احنا للاسف عندنا 4 سنين 5 سنين كل الحملات الانتخابيه وكل الخطاب السياسي ما يحكيش على مشاكل التوانسه، على الصراع الهويه، على شكون مع الثوره شكون ضدها، على الاستقطاب الثنائي، على المنع الدوله وهيبتها. وفينالمون وايامات قبل ما يندلع الفوران الاجتماعي كنا نراو الحزب الحاكم ما يهمه هو معنا الصراع بين اجنحته والطبقه السياسيه تنكف في بعضها، ورجعنا الكلام على الهويه وكذا. على الاقل هات الموضوع هذا رجعنا للحقيقه اللي هي مشاكلنا راهو فينا الماء هذه هي التشغيل والمناطق اللي مهمش. اليوم لابد نصارحوا بعضنا، وللاسف هذه مش قاعده ما تمش في الحملات الانتخابيه. الناس مشات قالت لهم انتخبوني انا توتوري تونس جنه، اور معناها حتى حد لقى هو عادي هذا يصير في كل الحملات الانتخابيه وفي كل الدول. الحملات الانتخابيه مش في كل الدول مش صحيح، اما يتنفذ ولا ما تنفذش في الوعود هذيك تقعد من بعد كل الحملات الانتخابيه في الديمقراطيات، وحنا قاعدين نتعلموا في الديمقراطيه كل يوم تتم حول مواضيع اللي تهم الناس، تتم مش على ديزابستراكسيون، مش على مسائل نظريه، تتم انه هل مثلا بالنسبه للمناطق ال 14 منطقه اللي عندنا مهمشين، هل في الميزانيه ال5 سنين القادمين مستعدين للمجموعه الوطنيه كلها اي كومبري الناس اللي تخدم، خاطر احنا عندنا 600,000 بطال وعندنا 3 ملايين و300 يخدموا باش نضحيوا مع بعضنا لاجلهم. هذا ما تمش. احنا في البلاد عندنا 5 سنين كل قطاع يطالب كل جمعتين 3 ينزل على الدوله ضعيفه ويفك لها، وهذا ما تواصل. اليوم على الاقل رجعنا نحكيوا في مشكلتنا. اليوم احنا عندنا 600,000 بطال وعندنا بين 50 و60,000 يخرجوا كل يوم في سوق الشغل، وعندنا مؤشر معدل تنميه بريفيو العام الجاي ب 2.5 معناها باش يخدم 40,000. العام الجاي نظريا باش يزيدوا 25,000 بطال جديد في سوق الشغل. هذه الارقام شو تقول؟ الاجراءات اللي خذاها سي الحبيب السيد هي اجراءات باش تصبر وتحاول تنزع الاحتقان تاع الوضع هذا، وما عندوش امكانيه لغير هذا. لما نحكيو على الاجراءات هذه فهمتني؟ ولو مش معناها نلوموا عليه لانه هو المهم احنا توا والقاعده تعمل الحكومه هذه قاعده تجري في الوقت. لما نجيو للاجراءات كما قلنا تشغيل واحد من كل عائله معوزه شيء نظري، لانه عندنا 230,000 عائله معوزه واحنا ما نجموش نعطيو اولويه لهم هما. القطاع العام يعني مش شغل اكثر من اللي هو فيه، ودايور ما فيش تشغيل. اللي تم في القطاع العام السنه هو تعويض الناس اللي تغادر، وما نجموش نكبروا في القطاع العام. مساله القروض
أن نعطيه قروض من غير ضمان ومن غير معناها فون بروبر هو شيء طيب ابقى. هل عندنا الإمكانية احنا اليوم باش نعطيه 50 ولا 60 ألف ولا 70 ألف معناها باعث؟ هل السيستم البنكير بتاعنا اللي احنا مازلنا كملنا عيادات رسم للبنوك، البنوك فالسة، هل عندنا الإمكانية باش نعملوه هذا؟ الخدمة العسكرية معناها كيف كيف معناها الإجراءات هذه كل هدفها تحل تنقص من الاحتقان، بقى هو تأجيل المشكلة وربح الوقت. وللأسف هذا اللي موجود اليوم في البلاد. تقول لي شنو الحل؟ اللي كان يقول فيه الجيلاني به أنا نقولوا ما عادش خلصوا ديون ثلاث سنين على على أمل أنهم يقبلوا، هذا هو شيء مضمون. ولو يتم هذايا فما نجموش نتسلفوا فلوس. أور اليوم احنا اللي نتسلفوه كل عام باش نسكروا به البيوجي أكثر من اللي يخلصوه. نفترضوا جدلا أنه الدائنين الكل يقبلوا ما رجعوا لهمش كريدياتهم ثلاث سنين الجايين، فعلى الأقل ما همش يسلفونا، وإذا ما يسلفوا ليش؟ ما نجموش نسكروا البيوجي اللي عندنا. لامبوس سور لا فورتون نجموا نعملوه، أما اليوم كيفاش يا مان؟ يعمل حسبة صغيرة. لا حسبها الحسبة يا جيل. إذا كان أنت مثلا ما تخلصهمش ما عادش في حاجة باش. لا لا. أنت قداش؟ احنا خارجين السنة. قداش تطلب السنة؟ 7300 ولا؟ احنا تو باش. ودي باش تخلص ديون 5400. احنا تو باش نعاودوا نخرجوا مرة أخرى للسوق باش نعاودوا ناخذوا 4000 مليون دينار باش نسكروا بهم البيدجي. هذا اللي في 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 في, في البيدجي بتاع الإيتا بخلاف القروض اللي قاعدين تصرف منها دي ترانش باش يكملوا مشاريع الاستثمار. اليوم كي ما تخلصش الكريديت حد اللي يسلفك ما تربح حد شيء. خاطر انت لازمك تخرج على المرشي باش تسكر بيجي باش تخلص 5000 وباش تسلف 6000. كي ما تخلصش حد اللي يسلفك وباش تخلصها من العباد. لامبوست سور لا فورتون نجموا نعملوه. شنو باش يدخل؟ انا حاب نقول شوف اليوم لابد نصارحوا بعضنا انه راه وضعنا صعيب. وضعنا صعيب جراء الخمس سنين اللي فاتوا وجراء كذلك الازمه الاقتصاديه في البلاد وجراء الارهاب اللي سنه حاط لك اكثر من 100000 عاطل على العمل. وانه دورنا اونجير لاكريز هذايا ونعطيه اولويه للمناطق المحرومه وللناس اللي ما عندهاش امكانيات ونحاولوا ونقدر اليوم فما جزء في تونس جزء من التنسيق الصناعي طالب شد عامله. اما واش قاعد لاقيها؟ وعلاش مش لاقيها؟ خاطر ما فماش اليوم الاف الناس اللي متخرجين من الجامعات التونسيه في شهادات العربيه اصول الدين وكذا ما ينجموش يخدموا. لا وهو راهو هذه فكره مغلوطه سي المهدي لانه اغلب العاطلين على العمل عندهم شهادات علميه. لا لا اما فما جزء اكدوا انه اغلب اللي عاطلين على العمل في تونس ما عندهمش شهادات علميه. شهادات علميه وحتى الشهادات العلميه الموجوده اللي يحبوا يخدموا في التعليم وكذا اليوم ما يقدرش يستوعبهم، في حين القطاع الصناعي قادر يستوعب التكنيسيان سوبيريور في هذا. اللي حاب نقوله انه اليوم الاجراءات هذيا باش تخف الاحتقار، ابقى لابد ان نقفوا كل مع بعضنا ونقولوا انه باش ناخذوا اجراءات الكل مع بعضنا وتجديديه فيها تضحي الناس الكل من ارباب العمل من المستثمرين ولكن كذلك من 3 ملايين و3 ملايين اللي يخدموا. غير اليوم حتى حد في تونس يقول لك باهي الاخرين ما يخدموش، اما حتى حد ما يخدموش. باش نحكيو على المطلوب في الفتره الجايه. نور الدين اذا شنو قراءتك للاجراءات هذه؟ معناها كان خذينا اجراءات يويح كان ما خذيناش اجراءات لا نعم. هو طبيعي جدا، اعتقد طبيعي جدا ان يكون هناك تباين في تقييم القدره على تنفيذ وايجاد اليات لتنفيذ هذه الاجراءات. هذه حاجه عاديه ما هوش فقط بين الاحزاب، يعني بين الاحزاب والمنظمات الوطنيه، وخاصه انه عندنا تجارب سابقه. يعني خاصه نور الدين سامحني، وان كانت فما مطالب كبيره نعم من المعارضة بالأساس أنه رئيس الحكومة يشركهم قبل ما يأخذ أي قرارات، وهذا يظهر لي ما صار. معناها فما اجتماعات مع أغلب الأحزاب وأغلب المنظمات. هو الإجراءات تم الإعلان عليها يوم أمس، وأعتقد أنه قبل نظم سلسلة من اللقاءات نعم سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية ومع المنظمات الوطنية. أنا اللي يهم أنه الإجراءات هي فعلا جاءت باش على الأقل تخفف من حالة الاحتقان اللي موجودة، هذا أكيد جدا نظرا لخصوصية الوضع. احنا عندنا ما يقارب أسبوعين من اللي طرقت الأحداث في القصرين. الأسبوعين هذوما نجم نقسمهم، الأسبوع الأول كان حالة توتر، وخلينا نقول أنه كان وضع خطير جدا، وكان ماهوش ممكن التفكير بشكل سليم في ظل خطورة الأزمة. واعتقد انه هذاك علاش ما تمش الاعلان على اجراءات كبيره جدا، حتى الاجراءات اللي تم الاعلان عليها في المجلس الوزاري الاول تقريبا تو الناس نستها. اي ما نعرفوش الاجراءات هذه مكمله للاجراءات لا تعتبر مكمله، اما الاساس تعتبر مكمله، يعني حسب المعلومات انه تعتبر مكمله للاجراءات اللي تم الاعلان عليها. لكن كما قلت لك انه التفكير في ظل الازمه وفي ظل خطوره الازمه واتخاذ قرارات، اعتقد انه هذا رئيس الحكومه ما فكرش بالطريقه هذه. بعد ما هدت الاوضاع شوي خلينا نقولوا على الاقل هدت من ناحيه امنيه وهدت ايضا من ناحيه اجتماعيه، جت القرارات هذه. الاشكال في القرارات هذه رغم انه من المفروض
من المفروض أنه بالنسبة لرئيس الحكومة لا يعلن إلا عن وعود اللي هو قادر أنه ينفذها. ونقول كلام كما هذا باعتبار أنه سارت لنا بعض الصوابق مع مختلف الحكومات السابقة. كانت هناك وعود وسقف وعود عالي جدا، لكن بعدين ولقينا رواحنا في المشكلة. يعني أعتقد أنه اليوم حسب على الأقل المعلومات أنه تو التفكير بشكل جدي في إيجاد الآليات لتنفيذ يعني هالقرارات هذه. يعني حتى الاجتماع اللي صار اليوم صباح مع اعضاء الحكومه ومع المستشارين تاع الحكومه كان في اطار ايجاد الاليات مع المساله دي، حتى انه كلف كل وزير، يعني هنا اتحدث من باب المعلومات مانيش نتحدث من باب الوحي، يعني كلف كل وزير بانه يتولها بالوزاره بتاعه، وايضا مساله الانتدابات هذه ومساله تنفيذ القرارات المعنيه. لكن انا اللي خاف منه شنو هو انه تتواصل حاله يعني الإجراءات المسكنة، تتواصل حالة هالإجراءات المؤقتة هذه، لأنه إحنا اليوم البلاد في حاجة إلى إجراءات حقيقية على الأقل تحل لنا المشكلة على مدى بعيد. طبعا على مدى بعيد هذه يتطلب وقت، أيضا يتطلب حوار، يتطلب أيضا وضع اقتصادي سليم ومناخ اجتماعي سليم. لكن ما نجموش نفكروا، ما نجموش نتقدموا إلا إذا كانت تكون عندنا رؤية استراتيجية واضحة شنو قادرين باش نعملوا من بعد 5 سنوات. هذه مجموعة متاع إجراءات مؤقتة، ربما تخفف من حالة احتقان وسمى حالة من قبول لها رغم التباين الجزئي حول المسائل هذه، لكن الأساس جوهر المشكلة أعتقد أنه لابد من التفكير فيه من الآن. الحكومة تقول عندها الوثيقة متاع 2016-2020 الوثيقة التوجيهية، لكن لاحظنا أنه حتى الوثيقة هذه كانت موضوع انتقادات، وهذا سمعناه في مجلس النواب على الاقل المداخلات تاعك. الاثنين جاي ممكن هذا بيحكي فيه بعد، جاي الحوار يعني الاجتماعي او الحوار حول التشغيل. هذه القرارات او الاجراءات اللي باش ياخذها يعني الحوار هذا شنو هي باش تكون علاقتها بالوثيقه التوجيهيه؟ شنو هي باش تكون طبيعه القرارات هذه؟ هل انا باش تكون مجرد يعني افكار يستشير بها رئيس الجمهوريه؟ هل انا باش تكون رئيس الحكومه؟ هل انا باش تكون بمثابه خريطه الطريق في المستقبل؟ الحكومه اعتقد انه هذه القضايا لابد انها تتوضح. نعم سي عبد اللطيف، فما شكون يرى وانه الاجراءات هذه اللي تم الاعلان عنها البارح اتخذت تحت الضغط، يعني بعد الحراك اللي شفناه الاسبوع الماضي جاءت مجموعه الاجراءات هذه، وفما شكون ينتقد حتى الحكومات اللي تتخذ اجراءاتها تحت الضغط. والله جزء من اللي قالنا عليه السيد رئيس الحكومه كان مبرمج من السابق وبديوتيزي معناها موجود في الميزانيه، يبقى انه الحكومه تفاعلت مع الوضع، عملت انيفور دو بلوس، ربما كان ثم اموال مخصصتها لاشياء اخرى ولات في الاخر باش توظفها في التشغيل استجابه للحراك الشعبي. هذا مهم كذلك حتى للبيداغوجيا في البلاد وحتى للاتصال في البلاد. الحكومه تقول للشعب انا قاعد نصغي فيك، نصغي فيك ونستمع فيك، واني حولت اموال من توظيف معين الى توظيف معين. ودائما البيدجي تلقى فيها نشوف عليه معناها فلوس ماهيش مبوبة، فمني تلقاها عادة مبوبة لكن ما تكتبش التبوب نتاعها، ينجم يحولها من باب إلى باب. هذا مهم، ولكن ما هو إلا بداية. احنا نعرفوا اللي القطاع العمومي معناها يشغل خمس التشغيل اللي موجود في البلاد. القطاع الخاص كي دوا سويفر. القطاع الخاص بالتأكيد عنده عراقيل، عنده ظروف، عنده كذا، يلزم نعملوا إيفور مع بعضنا الحكومه والقطاع الخاص باش نتجاوزوا معناها الشيء هذا، يلزم افكار خلاقه. دونك اللي اعلن عليه السيد رئيس الحكومه وضعه في اطاره ما له الا ستارتير. بعدين باش يجي المؤتمر الوطني للتشغيل، يلزمنا نمشوا له الناس الكل بديزيدي فاليدي. باش نحكيوا عليه سامحني سي عبد اللطيف المؤتمر بعد شويه. انتم كائتلاف حاكم قدمتوا مجموعة من المقترحات لرئيس الحكومة، نعرف أنه اجتماعاتكم مازالت متواصلة نهار اثنين. لا مازال ما ثماش مقترحات، ولكن انتقدتوا. إذا طبعا يعني طلب النقد الإيجابي، النقد اللي يدفع يحب يفتح آفاق، لكن يلزمنا نقولوا المؤتمر الوطني للتشغيل يلزمنا نجيوه بأفكار فاليدي نوعا ما، وعلى الأقل نص فاليدي. مثلا الفكرة نتاع تأجيل الديون 3 سنوات يلزم أولا تدرس من الجانب الفني شنو مردوديتها، وثانيا شنو يلزمها من جهد سياسي باش تقتنع الناس. أنا في تقديري إذا كان حكومة تلقى شكون يمهلها ويسهل عليها المديونية ماهيش مش تقول لا، لكن تقاليد السوق واللي موجود نعرف أنه هذا مستحيل، وتعرفوا شنو صار بين اليونان وبين معنا أوروبا، قضية الثروات قداش مش تجيب. يعني يلزم كل طرف باش يقدم فكرة يجيب حولها حد أدنى من الدراسة والتمحيص العلمي. كذلك لابد من الجرأة السياسية، لابد من اليوم عودة الدولة إلى الاستثمار في القطاعات التنافسية. أنا نقول ضروري اليوم في المناطق الداخلية
شنو اللي يخلي صاحب راس المال باش يفضل الكاف على سوسه ولا يفضل الباجه على نابل، وهو معناها يلقى ظروف افضل بكثير. ممكن بوطنيته بكذا يجتهد، لكن الاجتهاد هذا باش يحسن 10%. الدوله يلزمها تمشي. احنا عندنا في الكاف 6 أو 7 مصانع، المواد نتاعها الاسواق نتاعها موجوده. ما ثماش شكون ياخذها لانه خايف من كذا وكذا كذا. يا سيدي تجي الدوله. قضيه التهريب اللي وقت نقول لك اقل شيء 50% من الاقتصاد الوطني قاعد يجي من التهريب. شنو اللي يجي من التهريب؟ تجينا تكنولوجيا رفيعه ولا تجينا كذا؟ تجينا اشياء اغلبيتها قادرين نصنعوها في تونس، الثريا ومواد التنظيف والصابون والصبات والمدري شنو والمدري شنو. يلزم الضرب يد من حديد على مساله التهريب هذه باش القطاع الخاص يتنفس وينجم يشغل. سي المهدي، القطاع الخاص دوره لهنا؟ القطاع الخاص والمستثمر سواء كان تونسي ولا اجنبي يلوج انه يكثر في امواله. هذه طبيعه معناها الواحد. اليوم تونس تقعد راهو اتراكتيف، تونس بلد معناها مازال اليوم رغم الازمه وكذا بلد معناها اليد العامله موجوده متوفره عندها خبره، واليوم تونس معناها التكلفه نتاع العمل ولات اقل من المغرب، اقل من 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 من, من الكونكورون نتاعنا الكل، وقادرين تكون اتراكتيف. لان لابد انه خاطر سوقنا تونس فيها 12 مليون ساكن، معناها المستثمر الاجنبي باش يجي معناها ما يجيش السوق التونسي، يجي باش يخدم على التصدير ولا اوني اتراكتيف. لابد من عمل حقيقي مع المستثمرين هذول. والمستثمر الاجنبي زاد يطلب شيء اساسي هو توفير الامن، وتعرفوا انه بلادنا في اكثر من مناسبه كانت مهدده ب متعرضه لعمليات ارهابيه. هذا يعشني ابقى الريسك نتاع الامن موجود لهنا وموجود في تركيا وموجود في في, في المغرب، والعمليات الارهابيه كي نحن نقولوا عام سنة اكثر من الناس ماتوا بالعمليات الارهابيه ماتوا في فرنسا مش في تونس. ما تذكرش الاستثمار في فرنسا. مي انت كيفاش تسوق له زاد؟ نعتقد انه فما عمل كبير لابد تقوم به. الدبلوماسيه نتاعنا اللي للاسف عندنا دبلوماسيه اليوم العالم الكل الدبلوماسيه نتاعها موجوده فقط باش تجيب مستثمرين وباش تشجع صادراتهم. احنا للاسف الدبلوماسيه نتاعنا مش قاطعه في العمل هذا. لابد انه وزاره الاستثمار تقوم بعمل حقيقي. الناس راهو اليوم راس المال يتدلل فين يحب يمشي. اليوم لابد تعطيه ليزافونتاج اللي طلبهم هما والامكانيات والتراخيص، ولازمك تمشي وراه. فهمتني؟ باش يجي لهنا هذا يقدر عمل مش قادر يقوم بالشكل الكافي في الحكومه هذه وفي الحكومات اللي سبقتها. وبالنسبه للمستثمرين التوانسه نعتقد انه لابد انه الدوله ترافق، مش ترافق بانشاء معناها صناعات، ترافق بايجاد معناها البنيه التحتيه وبايجاد مراكز التكوين اللازمين في الـ في الـ في الـ في, الـ في المناطق هذه. هذا هو دور الدولة. سمحني بالله، سمحني انا باش نحكي معاك تو انت كاسكيت نتاع رجل اعمال مش نايم. يعني كيفاش اليوم نستغربوا انه مستثمرين اجانب ما يجوش لتونس ونقولوا انه الوضع كذا وكذا؟ من المفروض انه ايضا المستثمر التونسي هو اللي يكون اشجع وانه يقدم المثال. اذا كان المستثمرين التوانسه اليوم ما يحبوش يستثمروا في الكاف، ما يحبوش يمشوا لقصرين، ما يحبوش يمشوا سيدي بوزيد، ما يحبوش يمشوا لدول اخرى ويمشي ويهز ويمشي للمغرب ولا يمشي في نفس الوقت نبقوا نستنوا احنا ونتسالوا علاش المستثمرين الاجانب ما يجوش. اعتقد انه ايضا المستثمر التونسي وراجل الاعمال التونسي معناتها اللي خدام من الدوله العديد من الامتيازات ايضا اللي خدم هنا في تونس من المفروض انه هو ايضا يعطي المثال. انا في علاقه بقضيه القطاع الخاص 50,000، ورغم انه التصريح السيد رئيس الحكومه قال بالحرف الواحد اللي جاء في حديث بينه وبين السيده وليد الشماوي، لكن امس نقرا في تصريح ايضا لاحد اعضاء المكتب التنفيذي السيد نافع بن عاشور يقول انه هذا الامر لم يتم بالحرف الواحد، انه ما ثماش حديث بين رئيس الحكومه وبين هذا السيد نافع بن عاشور في تصريح. هذه 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 اعتقد انه ايضا رجل اعمال التونسي المستثمر التونسي قبل ما يتساءل علاش المستثمر او توفير الارضيه للمستثمر الاجنبي باش يجي، ايضا المستثمر التونسي لابد ان يقدم المثال في هذا مش يمشي ايضا للمغرب ولا يمشي. انا قدر المستثمرين التوانسه جزء كبير منهم قائم بهذا، والناس تشوفوا كثير من رجال الاعمال في تونس اللي هم مستثمرين التوانسه قاعدين يستحفظوا على 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 مواطن الشغل رغم ان شركاتهم قاعده تخسر في الفلوس، وهذا مش مزيه لابد ان يقوموا به. بقى اليوم معناها الاستثمار الخاص في تونس حجمه معروف، معناها ماناش ماهوش قادر يغير معناها المعطيات التشغيل وارقام التشغيل بصفه معناها ملموسه. واليوم التشغيل في في تقول علاش ما يمشيش يحل في سيدي بوزيد وما يمشيش يحل في كذا؟ باش يحل لازمه مندوفر، بقى لازمه زاد امكانيات، لازمه توروت، لازمه تقريب للبرد، لازمه دي فورنيسور يوصلوا له، لازمه معناها هذا الكل معناها. فهمتني؟ راهو علاش تو نقولوا علاش اليوم الصناعات في تونس متركزه في الشريط الساحلي؟ وعلاش مش في مناطق معينه؟
مش خاطر المستثمرين يكرهوا البلايص هذيك، خاطر فماش انفراستركتور في البلايص هذيك، خاطر فماش طريق في البلايص هذيك، خاطر فماش بورد تقريب في البلايص هذيك، خاطر فماش خدمات للناس اللي كيف فونسانستالي في البلايص هذيك. وهذا دور الدولة، هذا دور الدولة. وهذا والمناطق هذه لما ثارت، علاش الثورة خرجت من سيدي بوزيد ومن القصيم؟ هذه كانت عايش أكبر حرمان، وكان دورنا في الخمس سنين هذوما أنه الدولة تقوم دورها في المنطقة هذه، ما قامتش به في الحكومات المتعاقبة، وتلهينا في حكايات أخرى. كذلك تغيير الوضع هذا نتاع 50 سنة باش نكونوا صرحاء مع بعضنا، ما يتغيرش في خمس سنين. أبقى اليوم شو لازم نعمل؟ لازم تكون تعطى الأولوية. حنا نجموا نقول اليوم بتاعنا في التشغيل، نقولوا فما أولوية في تشغيل الوظيفة العمومية للمنطقة هذه. أبقى هل المنطقة الأخرى قابلته؟ هل اليوم نقولوا راهو في مصر احنا كنشوفوا في ثلاث سنين اللي فاتوا، خلينا نكونوا صراحة مع بعضنا، قداش ميزانيه الدوله تكفلت في الخمس سنين اللي فاتوا؟ تكفلت زيادات اجور. شوفها زيادة اجور للناس اللي تخدم، واللي تقول لك المقدره الشرائيه نتاعي ما عادش قادر عليها، واللي قادر اللي عندهم منظمات تدافع عليهم، قداش زادت؟ هل اليوم المبالغ هذه اللي زادت في الاستهلاك لو مشيت في استثمار عمومي كانت تشغل ناس اخرين؟ ابقى هل الناس اللي تشتغل اليوم قابله لهذايا؟ شوف اي مقاربه، مقاربه يعني لكن المقاربه شوف خلو. اليوم الليفار هذه فما حاجه اخرى. اليوم الليفار هذه لازم تقول من الناس الكل، ولا بد ان نقولوا حاجه اخرى. تعالوا نحكيوا على الشغل ونحكيوا على التشغيل. التونسي قداش يخدموا اليوم؟ خلينا نكونوا واضحين مع بعض. الناس اللي تخدم اليوم قداش تخدم؟ هل التونسي اليوم اللي متراسل في الوظيفه العموميه ولا حتى في بعض القطاع الخاص قداش يخدم على فريق واحد؟ اذا كان باش نحكيوا على ما عادش نخدموا لا 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 باش نهزني لا لا شوف لا خاطر نقول لك حاجه، علاش خاطر شنو؟ لما مؤسسه تخدم او اداره تخدم وتقوم بشغلها واحد تعمل تحقق مربيح وتعاود تستثمر. اما لما المؤسسه تخدم وهي تخسر في الفلوس وباكه اش تعمل؟ تخرج قدماتها. معناها راهو لازم يقول حاجه، راهو شوف قيمه قيمه العمل في تونس راهو شيء قاعد يتدهور، ولابد ان نقول نتصالحوا به بعضنا. يا مهدي شوف بعد الثوره، بعد الثوره صحيح صار ثم حال نتاع تسيب، ومش كان في العمل وفي مردوديه في المؤسسات او في الاداره وفي كذا، جميع مظاهر الحياه صار فيها نوع من التسيب، وصحيح تراجعت قيمه العمل، قيمه العمل ومردوديه العمل. اما في السنوات الاخيره هذه خاطر مازال ما ثماش، معناها الوضع مازال ما رجعش، معناها ايه؟ اما يلزمك تعرف التيل في سنوات الثمانينات والتسعينات وسنوات 2000 واش بالدراسات العلميه مردوديه العمل في تونس اقوى من مردوديه راس المال. هذه لازمك تعرف. صحيح. مردوديه العمل كانت ايجابيه ومردوديه راس المال كانت ضعيفه. واحيانا كانت سلبيه في بعض السنوات. بحيث العمل في تونس نحن عندنا تقاليد انتاجيه وعندنا تقاليد عمل، ودراسات هذه موثقه موجوده. انا نجم نعطيك حتى الدراسه نتاع السيد جورج عده، عمل دراسه مرقمه بالملموس. لكن السنوات الاخيره صار فيها، اما هذه ماهيش تعل راهو، هذه ماهيش تعل. وتوا الوضعيه راهو الدوله كيما نقولوا كيما قال عبد اللطيف، الدوله راهو ما يلزمش نعول على السنوات هذوما باش الدوله تتكفل بالمشاريع نتاع البنيه الاساسيه، باش تعمل الكياسات والطرق وفقط يعني. وقتها الدوله ماهيش مانيش نخرج من الوضعيه هذه، خاطر يلزمنا نبقى ننتظروا. وتوا الخواص كونش اللي كان مشجعوا، كان الخواص اللي معناها نتاع المقاولات اللي فيها الاشغال هذه. الور كو نحن في حاجة إلى استثمارات منتجة في الصناعة وفي الفلاحة والصناعات المنتجة، سواء الموجهة للسوق الداخلية أو موجهة للتصدير. ونحن عندنا في عديد الجهات، أنا أعطيك مثلا جهة سليانة، جهة سليانة من المواد الإنشائية قادرة باش تصبح قطب صناعي كبير في تونس بالمواد الإنشائية، الإسمنت والرخام والسمان الابيض وغيرها من المواد الانشائيه واحد، واللي هي معناها منطقه غنيه جدا في الفلاحه، منطقه نتاع غابات معناها معمل ومعامل للوح بجميع انواعه في واحد، معناها والسوق التونسيه احنا قاعدين نستوردوا في اللوح من برا، نجيبوا فيه من السويد ونجيبوا فيه من ليبي نورديك ونجيبوا فيه من بلدان اخرى، ولينا نجيبوا حتى في اللوح المصنع من ماليزيا ومن تركيا ومن غيرها في واحد. هذه الحوايج المطلوبه من الحكومه، ويلزم الدوله تعرف تو اللي هي راهي لازمها تستثمر. انا الخواص مش نعذرهم في الشيء هذا، مش نقول لهم راهو صحيح، اما نفهم اللي الخواص ما يلزمش يستثمر ويخاف على فلوسه وما يحبش يغامر بفلوسه. واذا كان هو غامر ما يغامرش بفلوسه والدوله تقول لا نبقى واحد، حتى اذا كان معناها اللي يتكلم يقول نابورت كوا، السامع عاد يكون عاقل.
اذا كان جي رئيس حكومه يقول القطاع الخاص بيشتغل 50000 في تونس، مستحيل في تونس سنه 2016 باش القطاع الخاص يشغل 60000، مستحيل باش يقع الشيء هذا. هذا كلام لا اكثر ولا اقل. وكما قال مهدي هذه مسكنات وهذه حكايه تاع تطمينات، الهدف منها هو ان الريض الجو وبعد يعمل ربي ثلاثة ونشوف كيفاش. زين باش نقول سامحني سامحني شوف خلينا في على الاقل تو نحكيو في مسائل عمليه نحكيو فيها. القطاع الخاص قاعد يستثمر وقاعد يحاول خاطر يدوا سيرفير قد يبان لك كرواسونس كي ما تكبرش راك تموت تراجع معناها كي ما تقدمش توخر. علاش؟ خاطر كي ما تقدمش العباد الاخرين تقدم دوك انت توخر اكيد. باركونتر اليوم اجا نحكيو على المسألة ما عاد جاوبني على السؤال هذا قداش نسبة الاستثمارات الجديدة في تونس سنة 2014 2015 قداش؟ جيني اسمعني خليني قبل نسبة لا باش ما تقوليش الخواص وخاصة أصحاب الثروات الكبرى قاعدين يعملوا في تيزوريزاسيون قاعدين يخبيوا في فلوسهم مش قاعدين يستثمروا. جيليني فما ناس فما بعض مستثمرين صغار في القطاع نتاع الخدمات قاعدين يستثمروا. جيليني واستثمارات ما عندهاش مردودية كبيرة لا اقتصادية ولا مردودية اجتماعية في توفير مواطن الشغل. هكا ما تقوليش الخواص قاعدين يستثمروا. أنت قلت فما ناس قاعد تستثمر، فما ناس خايفة على فلوسها وفما ناس فلوسها لبرا وفما ناس جبنا فيها. نحكيو على فما جملة من رأس المال الوطني في تونس قاعد يعاني في خلال السنوات هذه كلها. ابقى اجا نرجعوا اللي كنا نحكيو فيه. راهو الدولة قادرة تستثمر في استغلال الثروات الطبيعية، على أنه استغلال الثروات الطبيعية اليوم من طرف شركات الدولة معناها فيه صعوبات. أنت تعرف السي بي جي إيش كانت تنتج قبل وإيش تنتج اليوم وبين عدد نتاع عمال. تعرف أنت اليوم مؤسسات بترولية معناها اللي الدولة عندها فيها دي بارتيسيباسيون كيفاش اليوم معناها عندهم شركات معناها مناولة بتاع غير بتاع كذا يخدموا في 5 و6000 أور برودكتيفيتي. الشركات الدولة في القطاع التنافسي الكلها مصابة بالإفلاس. الخطوط الجوية التونسية، شركات النقل، كل الشركات العمومية اللي الدولة عندها فيها بارتيسيباسيون اليوم خاسرين. هل اليوم الحل انه دولة تدخل في قطاعات تنافسية أخرى بشركات عمومية أخرى باش تزيد تخسر باش فينالمون شكون دافع الضرائب خلاص؟ خاطر اليوم فما لازم حاجة نعرفوها. اليوم المؤسسة العمومية خاطر المؤسسات العمومية هذوكم فلسوا من الفساد وعاملين مؤسسات جديدة على أسس نتاع تسيير علمية وجديدة ونزيهة ونظيفة في الدنيا واحد. ما هوش مش تخلص تونسير تونسير وشيمينو وغيرها من المؤسسات فهمتني واحد فيهم فساد معناها رهيب. شوف نرجعوا للموضوع سي عبد اللطيف خلي في علم معكم سي عبد اللطيف. الفساد ثلاثة نقاط تنمية في تونس معناها ما يساوي 75% ما نهربوش برشا بالموضوع نتاعنا فما فساد في المؤسسات العمومية ابقى راهو القطاع التنافسي لابد انه تكون عندك نفس الأسلحة اللي عند منافسك اللي هو القطاع الخاص. اليوم الشركات العمومية حتى في الزنديس نتاع العمالة نعطيك مثال خطوط جوية تونسية المعدل العالمي كل طيارة فيها 150 خدام. تونيسير كل طيارة عندها 350 خدام. بالحساب ما تنجمش الكونكورونس الآخرين. فهمت يا سمعت خليك تفاعل معكم سي عبد اللطيف وبعد نسمع علي نور الدين. إذا ننطلق من أنه الدولة مش نجم تخدم الناس كل معناها القطاع الخاص يسمو يتحرك. القطاع الخاص الوطني والخارجي ولكن احنا نتكلموا في الوطني من باب الوطنيه. تقولي المناطق الداخليه ما فيهاش بنية تحتيه نقول لك المنتصبين الان غادي بلا باش يخدموا باللي موان بور. بل اكثر من هكا ثم ظاهره المصانع المغلقه في المناطق الداخليه كان ثم مصانع وكان ثم اقطاب صناعيه عملها احمد بن صالح قبل. والان مغلقه علاش؟ مش لانه ما ثماش بنيه معناها تحتيه. انا قلت لك نحكي لك الكيف عندنا 6 أو 7 مصانع مسكرين ينجو سميد والمقارونه والحليب والكراه بس السكمو نتاع ساقي سيدي يوسف كان نواه للسياره المغاربيه الان مسكر. وهو نسمع نارين لابي باش قالت باش نجيبوا صانع سيارات ان شاء الله يجيبوه لساقي سيدي يوسف معناها تتقتل المشاريع. اثنين تقول لي انه الدوله ما ترجعش للقطاع التنافسي لان الشركات مفلسه كما قال لك لانه كان فساد ومش فساد تلقائي كان فساد ممنهج باش بعدين يبيعوها بارخص الاثوام لفلان وفلان. تونيزير لو لم تدركها الثوره لبيعت للعائلات نتاع بن علي. ولذلك انه الدوله الان في قلب الدول الليبراليه نتاع الفئه الليبراليه المتوحشه الدوله تملك باش تحافظ على القدره التعديليه، باش تكون عندها عائدات بالتالي تخفف من الضرائب على المواطنين. فانا في تقديري ترجع الدوله بطريقه منظمه وبطريقه شفافه تنجم تقدم خدمات لانه الوثيقه التوجيهيه اللي تتحدث على سياسات استراتيجيه وقتاش مش تجيب نتائج؟ ما
جي بي تاج بعد 7 8 9 سنين باش مش تقول للمناطق الداخليه والمناطق الداخليه اللي في قلب المدن الكبرى، لانه يعني الملاسين وحي هلال وبوسلسله وغيره، هذه مناطق داخليه في المدن الكبرى. تدخل الدوله وبعدين يا سيدي اذا كان القطاع الخاص يحب يشري الشركات هذيا وباسعار معناها حقيقيه تسلم له الدوله. اما احنا تو يلزمنا ان بلون ديورجونس سواء كان من حيث الدوله سواء كان من حيث الخواص. بربي نقطه، مساله الارهاب اللي هي معناها عندها دور كبير في الاستثمار، المستثمر الاجنبي ولا التونسي يقول لك ثم الفساد، ثم الارهاب، ثم التعديلات الاداريه ما نجيش. الان ثم خطوره جايه من ليبيا. احنا نسمع بداعش قاعده تهاجم في المناطق النفطيه، ولا يهاجم المناطق النفطيه ناوي يقعد ويمكث، والاخبار اللي تدور من الغرب او قيادات داعش هربوا من الشرق ومشاو ليبيا ما يطمنش، بما يعني انه احنا ما نقعدوش نستناو حتى اللي يجي الفاس في الراس. يلزم انتداب مكثف الجيش الوطني ندبروه من العظم اصلا بالتطوع بامتيازات في الوظيفه العموميه باش البلاد نكدريوها متر ومتر ما يخلوهمش معناها لين يفاجئونا في عقر معناها دارنا، وهذا عنده تاثير امني اولا على البلاد ويحفظ مؤسسات الدوله وثانيا يوفر الامان للمستثمرين. نرجي نعم هو في الحقيقه نقطه من الاول في علاقه بالقطاع الخاص في تونس، اعتقد انه مهم جدا انه يتحمل دوره اكثر. نقول انه يتحمل دوره اكثر راه ما يعنيش تشكيك في رؤوس اموال التونسيين او رجال الاعمال التونسيين، لكن المفروض انه الى جانب جهد الدوله هذا ما تحكى عليه بالشراكه بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، من المفروض ايضا انه يقوم بدوره، خاصه انه اليوم ما نجمش نطلب الاجنبي يجي وانا في الداخل ما نقدمش المثال. وايضا انه هناك مشاريع يعني حتى في 2012 2013 برمج الظهر سيدي بوزيد، هذا حليب، هذا حس خصيت كل منطقه، وكانت هناك وعود ايضا من رجال اعمال انه باش يمشوا غادي ويتصبوا غادي في الجهات الداخليه، لكن الى حد الان ما تحققش. اليوم البلاد اعتقد انه هي في حاجه، على الاقل كلمه تقال عند الناس كلها، في حاجه الى مجهود كل الاطراف، وهذا المجهود اعتقد انه ما يلزم يخرج من باب يعني التصريح الى باب الفعل. هذه نقطه اعتقد حبيت ان اوضحها في علاقه بالارهاب، واعتقد انه موضوع مهم جدا وحاب الوضع في ليبيا. الوضع في ليبيا ليس فقط شعب لطيف من خلال الاخبار الاخيره حول سيطره داعش على سرت او المناطق النفطيه، لا اليوم يعني على الاقل بين امس وبين اليوم انه هناك اخبار جديده، هناك تصريحات لافت الانتباه، تصريح وزيره الدفاع الايطاليه اللي تحكي انه على اساس من هنا للربيع الجاي الوضع في ليبيا سوف لن يكون كما كان، بمعنى تلميح لتدخل عسكري في ليبيا. ايضا تصريح الرئيس الامريكي في علاقه بالوضع في ليبيا ودور الدخل، انه هذا على الاقل كل المؤشرات الحاليه، هذا الى جانب طبعا التقارير الاعلاميه اللي خارجه في الصحافه البريطانيه والفرنسويه تحكي على انه كل المؤشرات قويه لاي تدخل عسكري في ليبيا. هذا التدخل ربما ننظر اليه بشكل ايجابي من ناحيه انه يقضي على داعش، لكن ايضا باش تكون عنده تداعيات خطيره وسيئه جدا على الوضع في تونس. هذاك علاش انه ايضا كما نفكروا اليوم خلال الفتره القادمه شنو باش نعملوا في قضايا التشغيل، شنو نعملوا قضايا التنميه، ايضا تداعيات هذا الملف على تونس وتداعيات هذا الملف على حدودنا وتداعيات هذا الملف على التوانسه اللي موجودين غادي ويخدموا في ليبيا وشنو هي وضعيتهم، واعتقد انه هذا ايضا يجب ان يحظى باهتمام كبير جدا. اسمعني بتفاعل بسرعة خاطر لأنه ليبيا كذلك تمثل فضاء حيوي اقتصادي بالنسبة لنا، احنا لو كان ليبيا يصير فيها ستابيليزاسيون وترجع عملية إعادة البناء هذا متنفس معناها لاقتصادنا. اليوم دبلوماسيتنا يلزمها تخدم على حل الأزمة الليبية. برشا دول تدير الأزمة الليبية لأنها مستفيدة منها. نحن يلزمنا نحلوا الأزمة الليبية، معناها أكثر طرف يعني بلاد متأثرة بليبيا اقتصاديا وأمنيا هي تونس. في حين أنه نشوفوا في الدبلوماسية نتاعنا تشارك في عملية إدارة الأزمة وما ثماش الدبلوماسية الناشطة اللي تحب تحل المشكلة الليبية اللي هي تمثل التأمين وتمثل الاقتصاد. سي جيلاني، احنا قبيله قلنا انه من بين الحاجات اللي اعلنها سي الحبيب الصيد الحوار الاجتماعي، وقلنا ايضا الحوار هذايا باش يكون تنظيمه في حدود 15 مارس ما يفوتش 15 مارس. انتم كجبهه شعبيه باش تشاركوا في الحوار هذايا طبعا. ما زلتوا ما قررتوش؟ لا مش مازلنا ما قررناش، توا الفكره هو عبر عليها البارح. لا هي الفكره مطروحه، طرحها اكثر من طرف، طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل، طرحتها حركه النهضه، طرحها اكثر من طرف، وقع الحديث فيها وقال رئيس الحكومه انه باش يشارك كل الاطراف. انتم كجبهه شعبيه باش تشاركوا في الحوار؟ شوف الاتحاد طرحها كمقاربه، هذيك وجهه نظر، حركه النهضه طرحتها كمقاربه مش على اساس انه قرار رئيس الحكومه. مش قرار، لا هو لا تم اقتراحه، ولكن البارح اعلنوا رئيس الحكومه. رئيس الحكومه البارح كيف اعلنوا في شبه قرار، ما يفيد انه قرار كحكومه باش نعمل الحوار الاجتماعي. والحوار الاجتماعي بطبيعه الحال
احنا من حيث المبدا بصوره عامه بخصوص الحوار ماناش ضد الحوار بالطبيعه، ولكن احنا نمشوا للحوار للقضايا اللي يحلها الحوار، ما نمشيوش للقضايا اللي الحوار ما عنده ما يعمل فيها فهمتني، باش نمشوا نتحاوروا فيها. الحوار وقتها باش يكون بمثابه عباره على ثرثره واضاعه وقت وبيع وهم للناس، وتبقى الناس تنتظر بمعنى شنو باش تجيب النتيجه نتاعو فيما بعد. احنا وقت دخلنا في الحوار الوطني المره اللي فاتت على حوايج محدده، ثم مشكله نتاع حكم، مشكله نتاع حكومه، دخلنا في حوار شنو السبيل لتغيير الحكومه هذايا، وكانت معناها تنجم تقول نناقشوا على دي ريزولتا تانجيبل، على معناها نتائج ملموسه. اليوم نحن مش باش نتفاوض على الحوار او باش نتناقشوا على الحوار، باش نقدموا مقترحات الى اخره، ولكن المقترحات هذه فيما بعد يلزم يكونوا عارفين اللي راهي ماهيش لمجرد تجي فكره باهيه انا مباشره باش نمشوا ننفذوها. كل الافكار باش تقدم باش تكون معناها مسيجه باختيارات نتاع تنميه. احنا رئيس الحكومه بالنسبه للحوار هنا نعملوا في الحوار في المجلس، هنا نعملوا حوار مع رئيس الحكومه قبلناه وقدمنا له مقترحات وقلنا له راهو يا سي الحبيب المشكله الدوله لازم تكون عندها امكانيات، وباش الدوله تنجم تعمل امكانيات لازم تعمل الجرأات هذوما، تو الدوله تولي عندها فلوس، تو الدوله تولي تمشي وقتها تعمل استثمارات، تخدم الناس، تنشط الاقتصاد، تحاصر اكثر الارهاب، تفرغ معناها المواقع اللي ينتعش فيها في الدماغ، تو نحاصروه، ترجع الدوره الاقتصاديه، شوي بشوي حتى المستثمرين الخواص تو يولوا يتشجعوا، المستثمرين الاجانب يبقاوا يراقبوا لفتره 6 شهور عام، تو زادوا هما بيديهم يجيو الى اخره. قالك لا هذه يعني لا نفهم مفيش. اذا نحن باش نمشي وانا وانتم خلال لقائكم برئيس الحكومه ما لقيتوش في القرارات اللي اعلنت البارح ما لقيتوش صدى للمقترحات نتاعكم، دونك ما كوميش ضامنين وانكم اذا دخلتوا للحوار الاجتماعي هذايا ممكن وانه مقترحاتكم تؤخذ بعين الاعتبار، هذا اللي فهمته من كلامك. احنا ماذا بينا كي نمشوا نتحاوروا على الوضع ما يتطلبش معناها برشا اضاعه وقت، وماذا بينا ما تجيش وعود 2013 تجي 2014 وتسفها ويرجع الوضع من جديد، و2000 ووعود 2014 تجي سنه 2015 وتسفها، ووعود 2015 تسفها 2016، وماذا بينا ما نجيوش نقعدوا ونتحدثوا ونعملوا وعود في مارس 2016 باش يجي بدايه شتاء 2017 تعاود تقوم القيامه من جديد وما عملنا حتى شيء. احنا بالنسبه لنا اذا كان مش تو نشوفوا الساعه هو شنو الصيغه باش تقترح علينا وتو ندرسوا الصيغه، واذا كان لقينا فيها ثم حوار نتاع انه باش يقدم نتائج ملموسه اجراءات حقيقيه لاستيعاب الواحد، بطبيعه الحال احنا ماذا بينا انه البلاد تتحط على السكه وماذا بينا نقدموا مقترحات. اما اذا كان لقينا حوار باش تكون المخرجات نتاعو ما قدمه رئيس الحكومه البارح ولا الوعود اللي تقدمت في سنوات السابقه، احنا ماناش مستعدين لاضاعه وقت. نعم هو انا اللي فهمته تو انه بالنسبه للجبهه الشعبيه ستشارك في الحوار حول الاجتماعي لكن بشروط، وهذه شروط تنتظروا في انه كيفاش باش يتم تحديد اليات يعني الحوار الوطني وكيفاش باش يتم تنفيذ قراراتهم بعد، هذه هي شروط جبل المشاركه في الحوار حسب ما فهمت. والله هو شوف توا المسؤول على الملف هذايا هي اللي يحكمه، هي الحكومه وهي الدوله. موضوع الملف هذايا الدوله هي المسؤوله عليه بدرجه اولى. هذا تقديرنا نحن. الخواص عندهم مجال. بقيه الشعب التونسي هو ينتظر في النتائج من طرف الدوله. المفروض اذا كانت الدوله عندها مقترحات معناها حقيقية للخروج من هذه، مش مقترحات من قبيل اللي تقدموا تلت المدة اللي فاتت، المفروض هذا الموضوع ذي ما يطلبش حوار. كان جات عندنا دولة تحمل مسؤوليتها وجات عندنا حكومة عندها الشجاعة وعندها الجرأة باش تاخذ إجراءات باش تحل الملف هذا، الموضوع ما يطلبش حوار، ما يطلبش الموضوع هذا. هذا موقفكم سي عبد اللطيف. أنا في تقديري لا، ثم مواضيع تتجاوز حكومة معارضة، خاطر ثم أشياء الفانجاجي تو تامبي بمنطق تواصل الدولة، مثلا هذه قضية السياسة تجاه الديون. يحتمل اليوم التركيبة هذه في الحكم نراها خرجي تركيبة أخرى. وبالتالي القرار باش معناها يلونجاج مسؤولية الدولة تحاوروا فيه الناس كل. اثنين ثم حكومة تقول لك هذه إمكانات البلاد، ثم معارض تقول لك لا البلاد نجم أكثر. طيب هتعطيني وواحد واحد يساوي اثنين. هذه قيمة الحوار. ما انا انت تقول انا عندي اونتي تنس قادره باش توجد افاق تشغيليه، فتفضل هات ما يسالش. وربما ينجر عليا انك تدخل للحكومه انت باش تكون معناها بارتي برونونت في تنفيذ الحلول هذه. ففي تقديري الحوار مهم ومفيد، حتى ولو الحلقه الاولى من الحوار نعملوا نوع من العصف الذهني برين ستورمينغ، معناها حاولوا لان مش نحلوا مشكله
عندها معناها 20 سنه وهي تتفاقم، واذا ما نحلوهاش باش تقعد تتفاقم مع 20 سنه اخرى، وقد تذهب بكيان الدوله والمجتمع اصلا. ولذلك نعملوا ربما حلقه اولى تجي افكار عامه، خبراء يغربلوا الافكار هذه ويزيدوا كذا، ونعملوا حلقه ثانيه معناها للتتويش، وفي تقديري الناس كلها باش يكونوا رابحين، لانه احنا الان قدام مشكل كبير ياسر، وقدام اختلاف حول تقدير مدى قدرتنا على حله في اسرع وقت وبافضل معناها الامكانيات. ففي تقديري الحوار ضروري للناس كلها. هذاك علاش سعدي سامحني، هذاك علاش الحوار هذايا تحت رئاسه الحكومه، مش كيما الحوار اللي فات تحت رئاسة الرباعي الراعي للحوار، طرف محايد دخل باش قرب وجهات النظر بين الفرقاء. هذا الحكومة هي باش ترأس الحوار هذا، احنا باش نشوفوا الصيغة باش تقدمها لنا الحكومة، شنو نوعية الحوار المطلوب، وشنو الأهداف المرجوة من هذا الحوار، وشنو المنطلقات، وشنو الآليات اللي باش نعتمدوها، قرارات تكون ملزمة أم لا. وإذا كان لقيناه حوار جدي، احنا مع كل حوار جدي يجيب نتائج، وإذا كان لقيناه حوار نتاع تضيع وقت ونتاع معناها معناها مجرد تسكين ومجرد معناها طمأنة معناها مغلوطة للناس، احنا ماناش مستعدين. لا هو بالتأكيد سيكون حوار جدي، لأنه سامحني مصلحة الحكومة اليوم قبل أي جهة أخرى باش تلقى حلول، بالتأكيد سيكون جدي. لا إلى حد الآن الحكومة، إلى حد الآن الحكومة ما كانتش جدية بكل صراحة، إلى حد الآن لا جدية ولا شجاعة. هل لأنه هي ما خدتش المقترحات نتاعكم كجبهة شعبية، هل لأنه هي ما خدتش المقترحات نتاعكم؟ لا مش خاطر ما خدتش المقترحات نتاعنا، لا بالنتائج القائمة سيدي، حط مقترحاتنا على جنب، بالنتائج إلى حد الآن هاي النتائج في الواحد، الشعب التونسي خلينا نحل الجبهة الشعبية. اسمعوا مواطنين في سليانه، اسمعوا مواطنين في القصرين، اسمعوا مواطنين في سيدي بوزيد، اسمعوهم في قصه، اسمعوهم في كل مكان في الدنيا، ايش يقولوا المواطنين؟ حكومه فاشله وحكومه عاجزه، قالت باش نعمل وباش نعمل وباش نعمل، نسبه البطاله هي نفسها، نسبه البطاله قاعده تزيد، نسبه الفقر قاعد يزيد، الخدمات العموميه قاعده تدهور، البنيه الاساسيه مازالت على حالها، الوضع الاقتصادي ماشي يتراجع. ايه شنو هو مش احنا سيدي احسن من احنا صار الحراك الاجتماعي وهي جات مجموعه من القرارات، تحب تجاوبوا قبل ما نجيك سي مهدي؟ ايه بالتاكيد لا ما نجموش نقولوا انه حكومه فاشله، لا ثم جهد، ولكن التركه راهي ثقيله ياسر، ما نقولكش راهو فعلا ثم 100% من الاجتهاد، لا ثم خيارات، وخاصه الخيارات المتعلقه بالاراده السياسيه، لازم تكون ثم وجهه سياسيه، ولازم تكون ثم اختيارات، هذا مازال ويلزمنا نختبر الحكومه في هذا التوجه، اما ان تذهب في هذا التوجه وتاخذ اجراءات سياسيه واختيارات سياسيه كمثل عوده الدوله الى الاستثمار في القطاعات هذه التنافسيه في المناطق الداخليه على الاقل من باب التمييز الايجابي، وغيرها مساله العداله في الضرائب كتكوين الشرطه الجبائيه باش فعلا تخلي الناس كلها معناها تدفع الى غير ذلك، هاتوا نشوفوها بامكان هذه الافكار ان تختبر وتختبر اراده الحكومه باش تمشي فيها والا لا. سي المهدي الحوار. أو طبيعي انه المعارضه تقول الحكومه انها فشلت. معناها اليوم راهو كي نسمع الجيلاني انا في الان انا لا لا لا, لا, لا نحكي لك الاسم انا في المعارضه, المعارضة ما كيفك الجيلاني اسمع لا ماكش في المعارضه لا اسمع كيف لا انت ماكش في المعارضه خليك تكلم الجيلاني ومش على خاطر المعارضه نقول الكلام هذا الناس مواطنين يقولوا فيه اسمعها الفكره انت خليه يكمل فكرته خليه اسمعها فكرتي بكشي تعجبك اسمعها الاخر بكشي تعجبك قلت بالطبيعي انه المعارضه تقول انه الحكومه فشلت دور هذه المعارضه خصوصا انه لما الاطراف الحاكمه معناها خلال كل حملاتها الانتخابيه ما سمعنا احنا تو لازم نقولوا راهو بعد نقوم نعمل حضر في الفتره الانتخابيه ايش قالت هي؟ ما قالت لو احنا كي ننتخبونا باش نجيبوا عشرات مليارات الدينارات باش نستثمروهم في البلاد ولو كي احنا نحكموا راهو الاستثمارات والاموال ستتدفق انت ما قالت قال الكلام هذايا في الانتخابات كل الحكومات قالت لا شوف شوف لا حتى اسمعي سي نور الدين البحيري قال 400000 موت في الشغل باش تخلص بالله انا مش نحكي على اسمع شوف كما تقال في الانتخابات اللي قبل كيف لما تنتخبونا راه باش نعملوا 600000 موطن شغل وباش نعملوا كذا لو هذايا لازم نقولوه ولما انسان يكون في المعارضه وهي ذي السياسه يقولوا ما قلت انت هك ايش بك ما عملتش كما تمت المعارضه قبل في الترويكا معناها راه لما المعارضه تقول هذايا راه شيء مشروع عندها ابقى انا شو نقول؟ نقول حتى لو كان الاطراف اللي ربحت الانتخابات هذيا كيما الاطراف اللي ربحت الانتخابات كي اللي فات غلطتنا في الوعود الانتخابيه والوعود الانتخابيه ما تمكن يصدقوها وتوها صدقوا فاليوم المسؤوليه الوطنيه بالنسبه لي انا هكا راه الامور انه لما يكون حوار اجتماعي حوار على التشغيل نشاركوا فيه خاطر الحوار ديما مفيد ابقى
هل الحوار هذايا باش يحل مشاكل التشغيل؟ لا لا، الحوار هذايا ماهوش يخرج اجراءات اكثر من اللي سمعناها احنا. الحوار هذايا باش خلينا نتفقوا ونعملوا عقد جديد للفتره القادمه انه مشاكل البلاد راهي اكبر من مشاكل تربح انتخابات. راهو عقد بين الاطراف السياسيه الكل باش نية الاجراءات اللي قادرين نعملوها باش تحافظ على الوضع الاجتماعي وتحافظ على خاطر فينالمون حكم ومعارضه السياسيين الكل دورهم يختلفوا في شكون يحكم، اما كلهم يحبوا يحافظوا على الدوله خاطر بلاش دوله هما ما عادش موجودين، اللي عارض اللي يحكم ما عادش موجودين. لهنا هذا لابد ان يطرح في 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 في, في الحوار الوطني حد التشغيل. بقى خلينا نكونوا زين، نحب نقول كلمه اخرى. تو برشا كلام نسمعوا فيه على خمس سنين على منوال التنميه وتغيير منوال التنميه وتغيير منوال التنميه، خلينا نحكيو فيه بالمنطق معناها. شنو هو تغيير منوال التنميه؟ شنو هو منوال التنميه اللي باش يتغير؟ شنو اللي باش نعملوا منوال تنميه جديد باش نغيروا اقتصاد السوق اللي موجود هذايا وقطاع عام وقطاع خاص وباش نعملوا حكايات اخرين؟ فما حيف تم في البلاد تجاه مناطق معينه لابد ان يراجع، ولابد ان يراجع بقبول التضحيه من المناطق الاخرى ومن القطاعات الاخرى. فما فساد واقتصاد موازي لابد الضرب من ضرب عليه. كي نقولوا نضربوا عليه راهو نضربوا العباد اللي وراه، والعباد اللي وراه اللي جزء منها يمول في الاحزاب السياسيه، ولازم نقولوه هذا هذا لازم يتضربوا. هل الاحزاب السياسيه عملت هذا؟ ليه حتى حد اللي عملوا في الخمس سنين اللي فاتت يكون شعار انتخابات اما نعمل نحكموا العباد هذه معانا؟ هذا 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 لابد نختاروه. ابقاك قولوا منوال التنميه، راهو سامحني انا ما نعتقدش انه غدوه باش يتبدل منوال التنميه، وللاسف تو خمس سنين السياسيين الكل في تونس كل ما يجيو نحكيو وسنغير من التنميه، بالله يفسرونا شو باش يبدل فيه من التنميه. خاطر كيف اليوم باش نقولوا باش نعاودوا الدوله تستثمر في القطاع الخاص. اول حاجه الدوله ما عندهاش الامكانيه باش تستثمر في القطاع الخاص، واثنين شنو باش تعمل؟ عندنا اليوم ان بروجي دو لوا بارتنيريا بريفي البي بي بي اللي عملناه قادر يكون معناها حل. اما راهو الكلام تاع تمشي الدوله، انا رايي هذا تحل مصانع في الولايات الكل اول حاجه، مش راهو كان في القاسرين وفي سيدي بوزيد وكذا فما بطاله، فما بطاله في الاحياء الشعبيه دايره بعد تونس الكل. اش تعمل الدوله؟ تحل 500 مصنع العام الجاي؟ هذه يعني قاعد نتصور وانه باش يفتح الحوار الاجتماعي. كاريكاتير، شفتوا على الحوار الاجتماعي اللي يقصده سي مهدي؟ اجي نقعدوا على الطاوله نعمل حوار اجتماعي باش الناس الكل تصح على وثيقه نتفقوا اللي معناه خلي الدوله تخدم ونبقاو نستنوا ننتظروا. لا سامحني تفضل سي عبد، معناها خلوا وضع اجتماعي الناس الكل تلتزموا، وضع اجتماعي رائد، سلم اجتماعيه وامور رائده، ولازم الحساب الكل والمنظمات الكل يلتزموا باسم الشعب التونسي اللي راهو سيء باش نخليو الحكومه تخدم مده عامين ولا ثلاثه والناس تنتظر، واذا كان الحكومه ما عملت حتى شيء الناس ما تتبعش ما تطالبش ما تمشي للنقطه الاخرى. وهذا الحوار اللي احنا رافضين باش نفيو الجزء الاول. نحب نقول كلمه عليه القدر راهو معناها لونيتي انتلكتويل معناها الصراحه مع بعض نقولوا راهو اليوم نفترضوا انا جيت نحكم راهو حد اليوم في تونس قادر يخلق مش 600,000 قادر يخلق 100,000 موطن شغل العام الجاي. راي هذه مسائل معناها راي بالحساب. اللهم اجي سحار معناها. مي مالوريزمون قبل الانتخابات نقول راه باش نعملوا كل شيء. واليوم اون بين بخي. حساباتك غالطه ومقولاتك غالطه. كيف مستحيل 100,000 موطن شغل؟ كيفاش تعمل 100,000 موطن شغل؟ تعمل 5,000 مع 500 مصنع. سجلين سجلين. سي شيلين. لو كان انت غلطت تحكم البيت تعمل لا سي المهدي سي المهدي انا كان نحكم ما نعملش الكاريكاتير نتاعك انت 500 مصنع ما قلناش 500 مصنع اما كان تعطيني الوقت تو نقول لك كان نحكم شنو نعمل. سامحوني ان شاء الله في فرصه قادمه سي عبد بسرعه سي المهدي سي المهدي نسمعوا سي عبد بسرعه باش نجي فقط في ارقام باش نتفاعل مع ثلاثة. أولا الوعود يلزمها تكون صادقة، معقول أنه حزب كي يوعد بوعد يحقق منه 80% 70% معقول، أمام اكثر من هكا اقل من هكا يكون. احنا وعدنا مثلا في برنامج الانتخابي 2011 قلنا 590,000 موطن شغل في خمس سنوات، اي 118,000 معدل، وارجع للارقام تلقانا قربنا من الارقام هذه اون 2012 اون 2013، وهذاك علاش البطاله هبطت من قريب 19% الى 15 معناها فاصل. لكن ثم وعود قال في البلاد انه ثم 25,000 مليار سنويا استثمار، 15,000 قطاع خاص و10,000 الدوله، اور هذا مش موجود اليوم، ما نذكروش الحزب لانه مش موجود. انت عملت الكاريكاتير، احنا ما قلناش الدوله باش تكفل بكل البطالين. على الاقل انا نقول لك كل ولايه تبعث الدوله ما يشكل 5-6,000 ناس في القطاعات هذه الاستثماريه كوم ستارتير يعني في البدايه وتبع بعدين القطاع الخاص ضروري. تغيير منوال التنميه سياتي بثروات وافاق جديده لاقتصاد تونس. اليوم افريقيا اللي هي تسجل في اعلى النسب نتاع التنميه في العالم
اثيوبيا اللي كانت قبل 20 سنه فيه مجاعات لان تعمل في 7 و8% تنميه، احنا ما عندنا عليها حتى انفتاح، وهذا تغيير من تغييرات من وقت نتاعنا، نغيروا الاسواق نتاعنا. الدبلوماسيه نتاعنا اليوم في افريقيا يعني ضعيفه ياسر، في اوروبا ضعيفه ياسر. اخيرا اشتكى لي واحد من العمال في السفاره قال لي السفير الجديد اللي جاء قال اعطوني قائمه في الناس اللي تصلي، مش هذا مهمته، مهمته انه يلوج على الفرص الاقتصاديه، يجيب المستثمرين، يجيب الفرص لتونس. بسرعه بسرعه نور الدين، مازلت باش نسمع رايكم، سامحوني مازلت باش نسمع رايكم في فقره ارقام الاسبوع قبل ما نختم معاكم. نور الدين بسرعه قبل ما نمشي لفقره ارقام الاسبوع. لولا ورغم انتخابات صارت يعني ورغم انه الحكومه هذه مفروض حكومه دائمه 5 سنوات، يلزمنا نعترفوا انه ما زلنا في مرحله انتقاليه حقيقيه، معناتها الوضع الميداني الحقيقي نتاعنا انه في مرحله انتقاليه. في المراحل الانتقاليه اعتقد يبقى الحوار شرط اساسي حول مختلف القضايا اللي هي ذات طابع وطني، لكن ايضا هناك نوع من التخوف انه رغم الحديث على اهميه الحوار، طبعا هناك تباين حول هذه المساله، لكن خايف يكون مصيره شان العديد من مبادرات حوار اخرى. اليوم طرحنا حوار حول ارهاب المسارس، حوار حول الشباب، حوار حول الفلاحه، حوار حول التشغيل، خايف تتحول قضايا الحوار هذه الى نوع بين ظفرين من الابتذال، طبعا مع احترام الدعوات هذه وضروره المساله، لكن خايف تتحول المساله هذه الى ابتذال كل المساله يجي ندعو الحوار. واهميه الحوار اذا كان سار اعتقد هو في ضروره الاتفاق حول مآلات المقترحات اللي باش يخرج بها. هل انا باش نكون مجرد وثيقه تستانس بها الحكومه؟ هل انا باش نكون خريطه طريق تعتمدها الحكومه؟ ام ماذا؟ هذا اعتقد انه مهم. هذا نخليوه للايام كما الحوار الوطني لمقاومه الارهاب. عمزه باش ناخذ رايك في فقره ارقام الاسبوع. برشا ارقام قالت سامحوني على مجموعه من الارقام الاسبوع هذا، فما برشا ارقام. أنا بشكل 5 ثواني اللي كان يقول فيها عبد اللطيف انه 118 الف مواطن شغل. مواطن الشغل اللي تحدثت في السنوات اللي فاتت كان معناها عدد فيها 25 الف كل عام في الوظيفه العموميه. اللي اليوم خلى الوظيفه العموميه فيها 600 الف معناها موظف، وخليت الوظيفه العموميه اليوم تستهلك في جزء كبير من القروض اللي ياخذوا فيها للاستهلاك. اللي ما كانش حل راهو هذا ماهوش حل. اضافه خلينا نسمع رايك توا في الارقام، مش بنحلوا الموضوع من جديد. خليني نسمع رايكم سي عبد اللطيف. 5000 كانوا في قطاع الصحه. سي عبد اللطيف خليني نسمع رايكم في فقره في ارقام. برشا ارقام الجمعه هذه. اول رقم 332 مليون دينار قيمة تمويلات لتونس بعد توقيع اتفاقيتي قرض ومساعدة فنية مع الصندوق العربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، طبعا بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية إلى الكويت. 330 مليون دينار ستخصص لإقامة سدين في كل من سوسة ومنوبة. القرض يتميز بشروط ملائمة لظروف تونس، إذ أنه يمتد على 22 سنة منها 6 سنوات إمهال وبنسبة فائدة 3%. و2 مليون دينار ستخصص لإنجاز دراسة في باجة لخلق مشروع نموذجي للتنمية. بعد شكون كل حد يقول لي شكون شنو الرقم اللي جلب انتباهه. 3.5 مليار دولار حجم استثمارات مشروع المرفأ البحريني المالي الذي تم الاتفاق على إعادة إحيائه طبعا في زيارة رئيس الجمهورية إلى البحرين، وهو مشروع عمراني مندمج سيمكن من أحداث 16 ألف موطن شغل. 70 ألف طن من زيت الزيتون التونسي الكمية اللي صوتت لصالح لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي لتوريدها دون أداءات على امتداد سنتين، 35 ألف طن سنويا. 1.8% نسبة تراجع مؤشر القطاع الصناعي خلال 2015 مقابل 1.4% خلال 2014 حسب مجلس إدارة البنك المركزي. 26% نسبة تراجع عدد السياح الوافدين على تونس خلال سنة 2015 حسب وزيرة السياحة. وأخيرا 76 المرتبة اللي تحتلها تونس في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2015 من بين 168 دولة، تراجع بثلاث مراتب مقارنة ب 2014 حسب منظمة أنا يقظ. بسرعة سي عبد اللطيف المكي، شنو الرقم اللي جلب انتباهك؟ بون رقم القرض الاول اللي هو 332 مليون دينار تعتبر ميسره من طرف الاشقاء العرب، وزيت الزيتون اللي ربما باهي ولكن مخيب الامال، لانه احنا طلبنا في البرلمان انه نحظى بنفس الامتياز نتاع المغرب انه يدخل الكميات اللي يحب في الوقت اللي يحب. احنا ما حصلناش على هذا، لكن ثم تحسن في الكميات المسموح بتصديرها. نعم سمعتي.
الرقم تاع الاستثمار تاع رويد اللي المشاريع الكبرى سواء كانت اللي هو ولا منطقه البحيره ولا غيره قادرين 5 مليار دولار يغيروا معناها على الاقل معناها يعملوا ان بوان دو كرواسونس في البلاد وقادرين ياخذوا شغل. لابد انه اليوم معناها الدبلوماسيه تكون ماشيه للشيء هذايا بغض النظر على المسائل السياسيه انه نحاول نجيب مستثمرين. مازال الرقم الثاني 26% اقل معناها نسبه سواح وهو رقم في 2015 اللي موش عام به معناها بارابور للعوامل الاخرين. اليوم الازمه السياحه معناها دوم سنه ان شاء الله تحسن العام الجاي مع تحسن الامور الامنيه. بقى نعتقد انه فرصه اليوم انه نراجعوا عمل القطاع السياحي، القطاع السياحي في تونس اللي هو قطاع سياحي منوال السياحي، المنوال السياحي هو منوال بتاع واحده توريزم دو ماس معناها تم في وقت معين مع دي مع النوبر دو دونيتي اوتيليير كبير برشا وقاعدين معناها مسارين في البنوك وخازين فلوس. الفرصه انه اليوم نعاودوا ناسسوا القطاع السياحي للعشر سنين الجايين. فماش ان مومون بيريود دو كريس كيف هكا. للاسف هذا مش قاعد يتم. واضح. سي جيلاني شنو هو الرقم اللي سقطت عنده؟ الرقم الاولاني تاع السدود احنا كجبهه شعبيه اي قرض باش ينجز حاجه ملموسه للاقتصاد نحن معاه، ما عندناش معاه اشكال في البيت. وهذاك مثلا من المنجزات اللي تتعمل لان القروض هذه مربوطه بمشروع ملموس، اما القروض اللي تبدا مسيبه هكاك للميزانيه راهي القروض هذيك خطيره على تونس. باش تتنحى الفكره اللي عند المواطنين على الجبهه الشعبيه ضد القروض في المطلق. ما ثماش بلاد في العالم ما تستحقش القروض في مهما كان نوعيه الاقتصاد نتاعها. مهما كان نوعية الاقتصاد تاعها، بما في ذلك حتى لو كان يقود اقتصاد اشتراكي، ينجم يتسلف من عند الناس الآخرين، أما مربوط بمشاريع محددة. نعم. وهذاك نحن ما عندناش معاه إشكال. الحاجة الثانية، الرقم هذاك نتاع تراجع 26% في السياحة، أسي مهدي، هذه مراجعة منوال التنمية. وقت بلاد تبدأ تبني الاقتصاد نتاعها على قطاع هش، معناها كيف معناها تسحب في 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 فرنسا ولا في اوروبا معناها تصب المطر لهنا، هذه معناها مراجعه منوال التنميه. كان تبني اقتصاد اولا مبني على قطاعات منجه، وقت تمشي تصنع بلادك تصنع في حدود امكانيات السوق الداخليه وفي حدود امكانيات تاع التصدير نتاعك. وقت تصنع خلينا نكمل مش نحلوا محلها فقط في حلقه قادمه، مش نحلوا مواضيع يمكن في حلقات قادمه، هذا شو معناه مراجعه منوال التنميه؟ قطاع السياحه هذا للاسف لاسباب داخليه ولاسباب خارجيه. وقت اللي صار هو نحن الاقتصاد تاعنا بالعرض. شكرا لك. بالله لا شكون كلمه برك جوست معناها بالله تو هاو ما نحبش انت صديقي معناها جيلاني ما نحبش نقول كلام معناها ما نحبش نقول دمغجه وكذا واحد اما مثال كلمه بركه وعديتها تشكر في سي جيلاني. ما نحبش نقول خلص كلمه بركه عديتها تشكر فيها. شوف لما نقول اعاده التنميه شنو معناها؟ القطاع السياحي في تونس، تونس شنو هي ثرواتها؟ شنو الامكانيات اللي عندها؟ القطاع السياحي قطاع استراتيجي في تونس ولا بد ان يتطور يتطور ويتحسن نحو توريزم بلوس سيلكتيف ويدخل اكثر فلوس. اما تقول لي راهو قطاع منجز انتهى الوقت. سي المهدي فرنسا الوقت المخصص فيها 50 مليون سنه. اسبانيا تعمل على السياحه، ايطاليا تعمل على السياحه، البلدان هذول كلهم يعملوا على السياحه. احنا تونس ما عادش نعملوا على السياحه. شكرا لك اليوم. فرنسا بلد مصنع بالعكس لما فرنسا فرنسا بلد مصنع. سي المهدي الوقت المخصص للفقره هذه سجلاني من فضلك. الوقت المخصص للفقره هذه انتهى انتهى. سامحوني سي المهدي سي المهدي به. شكرا لك سي عبد اللطيف المكي القيادي في حركه النهضه، سي المهدي بن غربي النائب المستقل بمجلس نواب الشعب، شكرا لك ايضا على الحضور. سي جيلان همامي القيادي بالجبهه الشعبيه، شكرا لك على الحضور. نور الدين ما نجمش نسكتهم بعد نسمع رايك على تفضل تفضل بسرعه. انا عندي رساله صغيره ما تحليش موضوع مع سي المهدي. لا مش مع سي المهدي هذا المره، هذه مع سي الباجي. انا عندي رساله نحب نوجهها لسي الباجي قائد السبسي اللي نحب نقول له راهو ماهوش معقول باش رئيس الدوله يخرج اللي هو يمثل التوانسي الكل يخرج للخارج ويطرح على صفحات وسائل الاعلام الاجنبيه اوضاع تونس الداخليه. اثنين مش معقول باش رئيس الدوله يخرج للخارج وباش يتهجم على ناس في تونس وباش يعتبر الناس متطرفين في تونس ويعتبر الناس هذوما مخطرين على تونس واكثر من التطرف الاخر. ونحب نقول اللي راهو لهنا ما احترمش اول مسؤوليته وما احترمش موقعه وتهجم على الناس ويحب وصل الى درجه انه باش يسمي الاسم نائب بمجلس نواب الشعب وهذا تهجم عليه. وانا نحب بالمناسبه نقول له كما قال له النائب هذاك، قول له انا اتحداك يا رئيس الدوله مجددا
اتحداك ان تعطي اسم واحد من الجبهه الشعبيه حرض واعطى الفلوس على في التحركات شكرا الاخيره. شكرا لك سي جلالي الهمامي، شكرا لك. نمشيو توا لفقره برافو، وان شاء الله تلقى صدى الفقره هذه مع الشاب اللي باش نعديوها اليوم في برافو كما لقاتوا الاسبوع الماضي. شكرا لكم ضيوفي، نرجي تقعد معايا. بغافو الأسبوع هذا انقلوها للصحب السهلاوي، واحد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين على العمل، اختار أنه يعطي صورة مخالفة للمشهد اللي عشناه في الأحداث الأخيرة نتيجة احتجاجات طالبي الشغل. الصحب السهلاوي أصيل ولاية القيروان، تمكن من إنقاذ خزينة القباضة المالية بوحجلة اللي تعرضت نهار الجمعة 22 جانفي لعملية تخريب وسرقة لمحتوياتها من طرف مجموعة من المنحرفين وبمساعدة أحد الموظفين بالقباضة. صاحبي السهلاوي عمل ميتريز جيستيون من 2001 نهار الجمعة، نهار الجمعة بالضبط مع حكاية العشرة كيكة العشرة ونص، كلمني صاحبي صابر السهلاوي يخدم في القباضة، قال لي القباضة مشي على الاقتحام نتاعها وفما فلوس فما كذا نجمش تعاوني نخرجوها الفلوس هذه خاطر مشتغل على السرقة ومش يحرقوها. مشيت له بالوقت ما خممتش اني خممت في حد شيء، ممكن خممت في حاجه واحده انا وحدي خاطر ممكن تعرفنا مش لكل سرقة خاطر معطلين وخاطر كذا، انا معطل ونحب نبين صوره اخرى للمعطلين انه ما همش بتاع سرقه وما همش بتاع تخريب، ولو جماعه بوحجده والقلوين كل ما همش بتاع سرقه. قام الصحب السهلاوي بتامين الخزينه ونقل مبلغ قيمته 200 الف دينار لامانه مال القيروان. واللي يحب يتعرف اكثر على الصحب السهلاوي، عمره 40 سنه، متحصل على شهاده الاستاذيه من المعهد العالي للتصرف منذ 2001، ويعيل في عائله ظروفها الاجتماعيه صعيبه. الصحبي وبالرغم من المعركة اللي خاضها باش يطالب بالتشغيل، إلا أنه وقف في وجه المنحرفين وتصدى على طريقته الخاصة لكل محاولات الاعتداء على ممتلكات بلاده. الصحبي السهلاوي يستحق منا كلمة بغافو. وانا اسمحوا لي باش نوجه ايضا برافو للفريق الطبي الناشط ضمن نادي ليونس صفاقس اللي نجح في اعاده البصر للفتاه امنه البريني من بني خداش بعد 26 عام من العيش في العتمه. برافو للدكتوره اميره الطريقي اللي اجرت العمليه، شفناها التقرير قبيله في نشره الساعه الثامنه. نحب نرحب بضيوفي سي هشام سنوسي عضو الهيئه العليا المستقله للاعلام السمعي والبصري، الى جانب سي محمود الذوادي رئيس مركز تونس لحريه محمد. الصحافه اهلا وسهلا بك، وايضا محمد سعيدي كاتب عام نقابه الاعلام اهلا وسهلا بك. نور الدين طبعا يواصل معنا كما كنت ذكرت في بدايه الحصه، وانه باش نحكيو على الانتقادات اللي وجهت للتغطيات الاعلاميه، تغطيه احداث القصرين الاسبوع الماضي، برشا انتقادات خاصة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد أيضا من الحقوقيين. في البداية خلينا نشوف تقرير أو تصريحات العدد من الزملاء اللي راسلوا في القنوات الأجنبية وبعد نبدأ حديثنا. واحنا اعتدنا على هذا الخطاب، الاتهامات هذه كانت موجوده. اليوم الاعلام الاجنبي هذايا هو اللي حاطينه في قفص الاتهام. هو احترام اخلاقيه المهنه. معركه اجتماعيه بالاساس. اللوم على الصحفيين في اخطاء يرتكبها مسؤولون هو في الواقع مساله يعني غير مقبوله، فالمطلوب ربما من المسؤولين او الوزراء او المتحدثين باسم مختلف المؤسسات في تونس انهم ربما يصلحوا طرحهم ويصلحوا ربما تعاملهم ولا يلقون باللوم على الإعلام، لأنه الإعلام يقوم بواجبه مثل ما قام بواجبه في الخمس سنوات الفارطة. ما يلزمش نغطيه على اللي صار في القصرين وعلى المطالب اللي خرج بها شباب القصرين بالحديث عن فشل وسائل الإعلام أو عن أخطاء قام بها الإعلام الأجنبي في تغطيته للأحداث اللي صارت في القصرين. من الأولى والأحرى أنه الحكومة تأخذ بعين الاعتبار ما نقوم به من تقارير تلفزية وتأخذ بعين الاعتبار هذه الصورة التي يعكسها الإعلام
اليوم الإعلام الأجنبي هذايا هو اللي حاطينه في قفص الاتهام، ونحن نرفض أن يكون هذا موجودا، ونحن نرفض أن يتم الزج بنا في معركة لا صلة لنا بها. الصحافي ديما في مثل الأحداث كيف هذه يلقى روحه بين نقل الصورة الحقيقية والواقع كما هو، وبين ربما ما تتطلبه مقتضيات العمل الإخباري أنه ما يغيب حتى طرف من ولكن طبيعة الأحداث المتسارعة خلت في بعض الأحيان أنه الصحفيين يلقوا رواحهم بين اللهث وراء المعلومة من يعني يأخذوها من الميدان ونقلها كما هي، وبين غياب المعلومة الرسمية، وبالتالي الحديث عن الحرفية والمهنية في نقل الأحداث وأن نكون وفيين للأحداث كما كانت كان مسألة صعبة برشا، لأنه لقينا روحنا إزاء واقع متسارع ومتفجر مع غياب معلومة رسمية ممكن اللي تعطيك المعلومة الرسمية، وهنا ممكن نقع في بعض من الإخلالات. لا يجب أن يتم إقحام الإعلام في هذه المعركة، لأنها المعركة اجتماعية بالأساس والمعركة اقتصادية بالأساس. يعني الشباب اللي خرج بالمطالب اليوم ما يلزمش يتم توجيه المطالب نتاعه في أنه يلقى شغل أو في أنه تتحقق تنمية في المناطق نتاعه. الإعلام أو شكل تغطية الإعلام لأي حدث كان هذا يبقى موضوع آخر بعيد عن الموضوع الأساسي وهو المطالب اللي خرج فيها الجهة. كل من لا يكون راضي عن أداء الوسائل الإعلام وفي الواقع ربما لا ينظر إلى نفسه ولا يحاول أن ينقد نفسه. فسمعنا هذا الخطاب من عدة أحزاب سياسية، وبصفة عامة كل الأحزاب التي تكون في السلطة يكون لها هذا الخطاب اللي في بعض الأحيان فيه تجييش ودعوة غير مباشرة للمواطن التونسي أنه ما يتعاملش مع الإعلام. 114 أمني مصاب شهيد من الأمن، الأحداث كانت طورت، انقلنا الواقع كما هو، حاولنا أنه يكون نكون صدى لما يقع في الساحة التونسية. اليوم السلطة، الحكومة، رئاسة الجمهورية، مجلس نواب الشعب كانوا صموا أذانهم، سياستهم الاتصالية كانت غالطة، ولذا يحاولوا أن يدخلونا من بعض القنوات نسمها أنا المأجورة اللي تكيل الاتهامات أو عن باب التضييق على الصحفيين من خلال استدعائهم إلى فرق مكافحة الإرهاب، لا لشيء إلا أنهم ربما قد نخطى في بعض الأحيان، مازلنا كلنا نتعلم، ولكن لسنا بحال تمجيد الإرهاب ولا بالتجييش الأوضاع أو التهييج، ولا أيضا لن نساهم في تهدئة الأوضاع، بل ننقل المعلومة من باب وطنيتنا، من باب حرية الإعلام اللي هي مكسب فيه ما هو من المسؤولية الشيء الكثير كما فيه من الحرية، والحرية هي سن المسؤولية لهنا. إذن سمعنا آراء مجموعة من الصحفيين اللي راسلوا في قنوات أجنبية، وكان هذا موقفهم من الانتقادات اللي وجهت لهم الوجهة للإعلاميين بشكل عام، هي مش لهم بشكل خاص، في تغطيتهم لأحداث القصري. نبدأ معك هشام سنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، شنو رأيك في الانتقادات هذه اللي وجهت للتغطية الإعلامية؟ يعني بكل صراحة أنه هذه الانتقادات هي هروب من المسؤولية. نحن كنا قدام أزمة، الأزمة ذي دائما الإعلام أو الاتصال في ظل أزمة تحكم ثلاثة فرضيات، يا أما الاعتراف بالأزمة وهذا يستوجب من بعدين أشياء أخرى نحكي عليها، أو نفي الأزمة، أو أنه مقترحات جانبية، يعني مسار جانبي للأزمة باش يتوطن النقاش في مكان آخر. نحن اللي ريناه الساعة قبل كل شيء ما ثماش وضوح في التعامل مع الأزمة ذي، ثم خلط بين مختلف هذه المحطات في التعامل مع الأزمة. والحاجة الأخرى هو الزج بالصحفيين وجعلهم جزء من المشكل. الحقيقة هذه مش لأول مرة، لأنه وقبل حتى الحكومة هذه منذ ظهرة الإرهاب خاصة كان نلاحظوا أنه كل ما طرح قضية الإرهاب فيما نطرحوا أسئلة حقيقية حول كيفية التعامل مع الإرهاب، نجاعة التعامل مع الإرهاب، الخطة العسكرية في التعامل مع الإرهاب، كنا يتطرح قضية الصحفيين، كيف كان أداء الصحفيين في التعامل مع هذه الظاهرة. هذا باش نحكيوا فيه بالضبط. فالإشكال هذايا أنا نتصور أنه زج بالصحفيين في أهل الإشكالية هذه هو تعبير أيضا على أزمة أعمق من اللي نتصوره بالنسبة للحكومة، ما عندهاش أول شيء تصور بالنسبة للعملية الاتصالية، بالنسبة للاستراتيجية الاتصالية متاعها. ثاني حاجة أنها قاعد تزج بالإعلام في كل مرة في مشكلة، وهذا إذا نزيد نشوفه
أنه بالتوازي مع هذا القوانين أو مشاريع القوانين المتعلق بالإعلاميين، مسألة التعامل مع الهيئات، الكل هذا يعني يبعث على الخشية حقيقة في نعم. هذا المجال. سي محمود، وبودي وأني نعمل ملاحظة، حبينا لو كان يكون معنا سي نجي البغوري نقيب صحفيين، لكن ما تمكناش من الاتصال به يومي الأربعاء والخميس هذاك، علاش هو غايب اليوم من الحوار للأسف، شاء الله يكون حاضر معنا في مناسبات قادمة. سي محمود، هو معناها عكس ما هذه الانتقادات التي معناها توجه للصحفيين بعد الأحداث الأخيرة، احنا لاحظنا كمركز تونس لحرية الصحافة انه نسبة الأخطاء الصحفية، الأخطاء المهنية، احنا نقرأ الأخطاء المهنية ما نقرأهاش بطريقة سياسية او بطريقة اخرى ولا بقراءة مسبقة، يعني انها انخفضت، يعني الأخطاء مقارنة بالعمليات الإرهابية بتعاطي الإعلام مع العمليات الإرهابية انخفضت. نعم. الإرهابية. أنا نحكي توا على لا 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 الانتقادات. لا لا الانتقادات يعني احنا عكس 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 معنا عكس هذه الانتقادات نسبة الأخطاء في تعاطي الإعلام مع هذه القضايا انخفض، يعني بالعكس معناها احنا سمعنا تصريحات الزملاء الصحفيين ترحيل الأزمة الاجتماعية السياسية الاقتصادية اللي كانت منتظرة إلى الإعلام وتحميل الإعلام المسؤولية، هذا يدل أن الناس هذوما الفاعلين السياسيين والاقتصاديين لم يقرأوا قراءة جيدة هذه الأحداث. يعني احنا ما نعلقوش الأخطاء هذه والأزمة هذه على الإعلام، لأنه الإعلام قام بدوره، الإعلام ينجم يرتكب أخطاء، الإعلام يعني عديد هناك معناه متنوع، ما ننسوش اللي ثم إعلام الاجتماعي، يعني ما عادش الإعلام التقليدي المعروف فقط، الإعلام يعني يمكن في يعني يقوم بعمل يقوم بالعمل نتاعو يحاول باش ينقل الحقيقة، يمكن بعض الصحفيين يرتكبوا بعض الأخطاء، لكن هذا ما يلزمش نحول وجهة الأزمة الحقيقية اللي الصحفيين كذلك مطالبين بتبليغ مشاكل الناس يعني في القصرين وفي غيرها، والصحافي راهو خاصة الصحافي المحلي راهو المعاناة كبيرة يعانيها الصحافي المحلي، لأنه الصحافي موجود وجها لوجه مع هذه الفئات الاجتماعية، ومعناها يحاسب من طرف الهياكل المهنية، يحاسب كذلك من طرف المواطنين، لأنه هو الشاهد الوحيد الذي يجب أن ينقل المعلومة. سي محمد سعيد، والله هو زوج جوانب هنا في الانتقادات صارت، يعني فما جانب من الحكومة اللي انتقدت بعض الوسائل الإعلام، وفما جانب من بعض الأحزاب المعارضة أو الحقوقيين اللي انتقدوا وسائل إعلام أخرى. بالنسبة للحكومة انتقدت وسائل الإعلام اللي ورت الحقيقة، ورت فشل الحكومة في سياستها إزاء التشغيل، إزاء المشاكل الحقيقية، لأنه فما للأسف بعض وسائل الإعلام ما ركزتش يعني على الموضوع المهم اللي هو التشغيل والمشكلة الحقيقية للناس اللي فعلا ظهرت على مشاكل معينة، إنما ركزت على بعض التكسير وبعض المشاكل اللي صارت جانبية اللي هي مش لب الموضوع، اللي هي حاولت بعض وسائل الإعلام إنها تغطي على المشكلة الحقيقية للناس، اللي خاصة وسائل الإعلام الخاصة نقول هنا اللي هي ركزت على مشكلة يعني فما فوضى وفما كذا، وهذا موجود، هو كان موجود فوضى، لكن هذا مش لب الموضوع، لأنه الاحتجاجات كانت فعلا على مشاكل حقيقية في كل الولايات، فما ناس مع تصميم في ولايات موجودين لحد الآن، فما ناس فما مجموعة بوزيان معتصمة حتى في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان موجودة لحد الآن معتصمين، يعني حاولت هذه بعض الوسائل الإعلام هذه أنها تبعد عن الموضوع هذا، والحكومة كما قلت انتقدت وسائل الإعلام اللي كانت ورت فعلا اللي هي رأي مظاهرات من أجل تشغيل، مظاهرات من أجل مشاكل حقيقية، لأنها ورت فشل الحكومة، وهي كانت أخذت نوع بعض وسائل الإعلام كشماعة باش تعلق عليها فشل بتاعها. نرجي. نعم، هو في الصحفي سامحني يلقى روحه ما عادش يعرف يندرى ينقل الصوره كما هي او شنو يعمل في الصحفي، يعني في الحاله هذه الصحفي هناك ضوابط مهنيه، هناك قيم مهنته، هو في نهايه الامر هي اللي يرجع لها. يبقى في علاقه بالموضوع بشكل عام، اعتقد انه في كل المحطات الكبيره وفي كل ازمات كبيره عاده ما يتهم الاعلام بدور سلبي، هذا حصل سواء بعد 14 جانفي 2011 او حتى قبله، نذكر ايضا في التغطيه من 17 ديسمبر 2010 الى حد 14 جانفي الى حد اللحظه هذه يتهم
اتهام الاعلام انه لم يقف الى جانب الثوره لانه تغطيته في تلك الفتره ما كانش التغطيه يعني الى جانب الثوره، طبعا في ظل سياسه اعلاميه الناس كلها نعرفها. بعد 14 جانفي 2011 في الحقيقه في كل الحكومات وايضا حتى الاحزاب السياسيه دائما في ازماتها وفي المشاكل الكبيره عاده ما تلقي المسؤوليه على الاعلام، سواء انه هذا اعلام ماهوش معايا، سواء هذا اعلام ضدي، سواء انه اعلام يهيج كما في علاقه بالاحداث هذه. فقط ما يجب الاشاره اليه هو انه راهو عين الصحفي ماهيش عين مسؤول حكومي وليست ايضا عين السياسي. الصحفي عنده مجموعه من الضوابط، عنده مجموعه من القيم، واهم حاجه في العمل الصحفي هي الاخبار، اي نقل الوقائع. اليوم اذا كان باش نجي انا نعمل تقرير حول انتشار الاحتجاجات من القصرين، سيدي بوزيد، قفصة، هل هذا يعني تهيج ام انه نقل لوقائع؟ ربما من جهه حكوميه يعتبر انه هذا نوع من التهييج لانك عرفت، لكن من زاويه صحفيه هذا هو جوهر العمل الصحفي. نقول الكلام كما هذا رغم ايماني معناتها انه في مهنتنا، في مهنه الصحافه، هي مهنه هامش الخطا موجود فيها. واعتقد هنا يجي دور التعديل الذاتي، وممكن السيد هشام يتحدث على التعديل. ولو ما يكونش النقل هذاك ما تكونش القرارات اللي كنا نحكيوا عليها، وما يكونش التفاعل الحكومي ثم مع بالله في خمس ثواني اخرى ايضا حتى في تطور الاحداث في تونس. هي في الحقيقه انتقلت من الاحتجاجات السلميه لكن من بعد ثم منعرج اللي هو منعرج العنف ومنعرج سرقات. شكون اللي نبه وشكون اللي اشار لذلك المنعرج ومن كشف ذلك المنعرج؟ هو الصحفيين في نهايه الامر. نعم هشام، نعم هشام، الاعلام بما انه نور الدين كان يحكي منذ ثورة الاعلام ترى وانه تطور في تغطياته المختلفه المختلف في الاحداث منذ الثوره الى الان ام انه ما تطورش؟ ودوركم لهنا كهيئه عليا مستقله للاتصال السمعي والبصري؟ أنا قاعد كنت نلاحظ في الفيتير عديتوه قاعد نشوف في أداء الصحفيين وفي التعبير على مهامهم حقيقة يعني يعني مفاجأة سارة بالنسبة لي، لأنهم قاعدين يحكيوا على عمق هذه المهنة كما كان يحكي نور الدين توا، يعني صلب المهنة، لأنه هو أنا يعني ثم نوع من الاستقلالية أنت اللي قاعدين يقولوا فيه قبل الأزمة وفي أثناء الأزمة وبعدها، وكأنه هناك خطاب قل ما أريد أنا قوله، خذ مني أنا الحقيقة، بينما الصحفي ينسب والصحفي منحاز عادة إلى المجتمع، وبالتالي واحد في الحكومة عنده كل الإمكانيات باش يعبر، باش لازم يتفرز له خاصة في الإعلام العمومي مجال باش يعبر على استراتيجياته وعلى سياساته، هذا الكل لابد منه، ما لازمناش زاد يكون ثم إجحاف في الجانب هذا، ولكن في المقابل يجب أن الحقيقة لا تمتلكها لا الحكومة ولا رئاسة الجمهورية، هي تمتلك جزء من الحقيقة لا أكثر ولا أقل، والصحفي هو عين على الأجزاء الأخرى من الحقيقة. وبالتالي يعني نحب نقول حاجة قبل كل شيء، أنه في الأزمات ماذا يترتب عن الأزمات؟ الأزمات يترتب أنك تعمل حاجات ما تحبش تعملها، وهذا وقت البرقيبة مثلا نشوف وقت الخرج قال نرجع وين كنا، كان تعامل يعني نجاعة فيه كبيرة ياسر وخرجت الناس تهتف لأنه عمل حاجة أنه هو ما يحبش يعملها، ما عملش براد فير مع المجتمع وقال لهم راهو مش صحيح يا سيدي القرار متاعنا، هو نوع من الاعتراف. في الحكومة كي نشوفوا حتى وقت الأزمة بدأت في الشيوت ما ثماش ما عملوش الا بعدين صار لاحقا وقت اللي وفى الضرب، وقت اللي وفى الاحتجاج، وقت اللي وفى كذا، جاوا قالوا ما قالوش انه الجزء انه يتحملوه مثلا مسؤوليه في هذه الازمه، ما حكاوش على هذا نهائيا. اكثر من هذا انه هذه الوعود هل يذكر بها الصحفي؟ يقول مثلا راهو ثم شكون قبل وعد ب 400,000 عامل، ثم شكون وعد ب 4.5 او 5 من الوحد. هل هذا يدخل في صميم مهنة الصحفي وإلا يعتبر ذلك كما قال توا نور الدين نوع من التأجيج والترهيب؟ نحن كيف ما قال توا زميلي لهنا حتى من خلال الرصد متاعنا الحقيقة وهذه واقع أنه الخروقات قاعدة تقل بالنسبه للصحفيين، وثم اصبح وعي وثم مسافه بينهم بين الحدث. ما عملتش متابعه في علاقه بتغطيه خاصه وسائل الاعلام السمعيه البصريه، متابعه لاداء الاذاعات والتلفزات، يعني فماش تقرير؟ لا التقارير تاخذ وقت، عندنا تقرير تو باش يخرج على تغطيه المصالحه الاقتصاديه، قانون المصالحه الاقتصاديه باش يخرج يمكن ربما خلال الاسبوع القادم، حاضر، وهذا بالتاكيد باش تعملوا الهيئه، ولكن تعرف التقارير هذه لازمها رصد. اما بالنسبه للخروقات اللي هي رصدها حيني، ما كانش عندنا الخروقات الكبيره
اللي يمكن تأشر أن هي مؤشر أنه الإعلام أصبح جزء من المشكل. الإعلام ليس جزء من المشكل، الأخطاء التي ارتكبها هي ضمن الأخطاء المتعارف عليها والتي يمكن أن تحدث، ولكن لا تغير لا من الأحداث ولا من الأزمة، طبيعة الأزمة في القاصرين، بل بالعكس أنه التركيز نشوفه الاتصال متاع الحكومة، وهذا اللي يخلي الإعلام بعد يخدم. يعني مثلا كما التركيز على مسألة الفريجيدير والتلفزة المسروقة وكذا، وكأنه تخبية يعني وحجب القضية الأساسية. عندما خرج أهالي القاصرين وتالوا وعبروا بتلك الطريقة وبقية الأهالي في كامل المناطق الجمهورية، هناك أزمة حقيقية. يا أما نتعامل مع هذه الأزمة الحقيقية ونخاطب ذكاء الناس ونقول لهم راه ثم مشكلة وكيفاش نحلوها المشكلة، يا أما نخرج للماء العكر كما قبل أن نتذكر سي محمد مزالي قبل قال استياد في الماء العكر، قالوا له ما تنظف ماك حتى أنت لازمك تنظف الماء متاعك. نرجع للطريقة القديمة الماء العكر، والناس اللي حبوا يبربشوا ثم شريرين يحبوا مندسين وما إلى ذلك، هذه مثلا استراتيجية اتصالية خاطئة 100% بالنسبة للحكومة. سي محمود كيفاش ترى واقع الإعلام اليوم وندرى هو مهدد وقت اللي نسمعوا جملة الانتقادات اللي توجه مع كل حدث؟ لا، هو معناها ليس من صالح حتى السياسيين أن يحرضوا ضد الصحفيين. احنا رينا أنه نتيجة التحريض خاصة في السنة الماضية هناك معناها عديد الأطراف تحرض ضد الصحفيين، رينا أنه ظهور منتهكون ضد الصحفيين من الجمهور، من بعض المجموعات التي تتأثر بمعناها ما يقوله السياسيون. هذا يبدأ منذ الحملات الانتخابية في الانتخابات الأخيرة. احنا اش تقول؟ نقولوا أنه ليس من مصلحة السياسيين أنهم يحرضوا ضد الإعلام، يعني ضد الصحفيين، لأنه إذا كان أنت تحب تحجب المعلومة ولا تعيق عمل الصحفيين المحترفين في القصرين وفي غيرها، راهو ثم إعلام آخر، إعلام يعني متاع مواطنين، لأن معناها الوسائل تطورت، لا يمكن حجب الحقائق، ويمكن الصحفيين المحترفين والمراسلين المعتمدين والصحفيين خاصة الذين تلقوا تدريبا في التعاطي مع القضايا الإرهابية وفي العمل في مناطق النزاع والمناطق الخطرة، يمكن يكونوا أسلم من أنه معناها ينقل الخبر أشخاص أخرين. هذه الحالة. الحالة الثانية ما ننساوش أنه إحنا رينا إحنا تبعنا التحريض، راهو التحريض اليد الحديث عن الأيدي الخبيثة، راهو حتى ناس معناها معناها شيطنوا حتى أطراف في أحزابهم. يعني رينا كلمة رئيس الدولة، معناها ثم معناها تحريض، معناها ثم اتهام بالجملة للصحفيين ولغير الصحفيين. احنا نقولوا أنه راهو نتذكروا أنه راهو تعاطي الصحفيين مع الإرهاب في نسخته الجديدة، يعني بعد الثورة، معناها مستجدة. يعني في الحقيقة في البداية رينا أخطاء مهنية مع طول الوقت ومع الهياكل المهنية قامت بتكوين عديد الصحفيين، بدأت الأخطاء تنقص، أخطاء نقصت. رينا في باردو مثلا أخطاء قاتلة بهذه، وإحنا الصحافي دائما نقول أنه ما هوش فوق القانون، عندما يرتكب خطأ مهني ما هوش تجريمي، ما نجرموش العمل الصحفي. سمحني، راهو الطبيب عنده الحق باش في الخطأ، ها مش الخطأ، الصحافي عنده الحق خاصة وقت يكون في التون معناها الأزمة، يكون هو معناها مطالب منه باش ينقل الحقيقة، وفي نفس الوقت مطالب باش يحترم الضوابط المهنية. هذوما معناها احنا نفهموا معناها ظروف الصحفيين، ما يفهموش السياسيين. نعم نعم أي. نعم محمد، تطور كمام التغطيات الإعلامية تطورت في الخمس سنوات هذه الأخيرة. صحيح، تطورت في ظل أن لازمنا نعرفوا اللي التطور هذا يسار يعني بمجهودات ذاتية، خاصة كي نحكي على خاصة الإعلام العمومي أو الصحافة المكتوبة. يعني لا، الحكومات المتعاقبة ما كانش عندها حتى إرادة للإصلاح، وحتى الهياكل المهنية سواء احنا في الاتحاد عامة الشغل أو زملاء في النقابة الوطنية، كنا يعني طرحنا عديد المشاريع لإصلاح خاصة الإعلام العمومي أو حتى في الصحافة المكتوبة، لكن كل هالمقترحات بقت حبر على ورق. وأنا في عوض باش الحكومة هذه ترمي الشماعة على الإعلام، المفروض تجي مع الهيكل هذه
وفعلا تنطلق عملية إصلاح في عبر تغيير المنظومة التشريعية، خاصة في الصحافة المكتوبة. اليوم الصحافة المكتوبة مهددة، اليوم الصحافة المكتوبة صحف عريقة مهددة، اليوم فما برامج إصلاحية موجودة حتى في الإدارات هذه بمعية الهيكل النقابية، المفروض ينكبوا على البرامج الإصلاحية هذه عوض أنهم يوجهوا انتقاداتهم للإعلام، سواء كان الإعلام العمومي في السمع البصري أو الصحافة المكتوبة. نعم نردي، يعني خليني نقول أنه في الحقيقة منذ 5 سنوات من 14 جانفي 2011، يعني مساحة الحرية، مساحة العمل الصحفي لابد من الاعتراف أنها توسعت، وطبعا هذا مكسب من مكاسب الثورة، ثم أيضا من المكاسب القليلة التي تحققت من الثورة. نعم خلينا نعترف بهذا بالضبط، هو المكاسب التي تحقق، لكن أيضا الصحفيين خلال كل الحكومات المتعاقبة في الحقيقة تعرضت المساحة هذه إلى محاولات تضييق في كل مرة في كل أزمة، لكن الصحفيين تمسكوا في كل مرة بتلك المساحة، بالعكس أنه هناك دفع في اتجاه أول الحفاظ على مساحة الحرية هذه، وثانيا أيضا توسيعها حتى تشمل كل الجوانب بما في ذلك الجوانب التشريعية وطبعا المراسيم هذه. فقط نقول أنه على الأقل من خلال متابعتي يعني في نهاية الأمر إعلامي وصحفي، الحاجة اللي لاحظها الأساسية في أداء أغلب الزملاء خلينا نقول هو أنه ثم هناك مجهود حقيقي مبذول في اتجاه تطوير الأداء متاعهم. هذا النجم نلاحظه، ممكن الهياكل المهنية عندها هيئات رصد وتتبع وتعمل لك معها تبرق، مع قلة سمحني نوردي مع قلة الإمكانيات خاصة بالنسبة للصحفيين الشباب بالضبط اللي نرموهم في المناطق الخطرة ونخلوهم يخدموا معنا بأقل الضمانات. يعني نلاحظوا أنه فعلا أنه هناك مجهود حقيقي لتطوير الأداء، وهذا طبعا يجب أن ننظر إليه ونثمن هذه المسألة. بالنسبة للحكومة أنا قلتها في فكرة الأولى، هو دائما نراه حتى في علاقة الإعلامي بالسلطة، دائما علاقة الإعلامي بالسلطة دائما تلقاها علاقة ما هيش ثابتة وفيها العديد من العوامل، بقدر ما الصحافي يطلب وبقدر ما السلطة تحاول تخبي، ودور الصحفي ما يلزموش يكتفي بما تقدمه له السلطه، انما عليه ان يبحث، وربما نعم. هنا يصير التناقض هذا، هذاك علاش في كل مرحله تصير ازمه مباشره يتم رمي الكره في اتجاه ملعب الصحفيين، والصحفيين يتحملوا مسؤوليه الى غايه. ملاحظه اساسيه كانت تسمح بسرعه باش نحكي، مازلنا احنا ماشي. ثم ملاحظه اساسيه هي لا تزامن بين القيم الجديده اللي موجوده في الدستور والحريات اللي توفرت بفضل الثوره وبين ثقافه السياسيه. بصراحة الرياكسيون تاع ثقافة السياسي مازال في باله الإعلام القديم، يجب أن يعترف اليوم أنه هو يجب أن يشتغل وعليه أن يشتغل في ظل حرية إعلام، وبالتالي إذا يأخذ هذا بعين الاعتبار وينحي المشكلة هذه من مخه توا ويلاقي الطرق والأشخاص والكفاءات اللي نجموا يخرجوا من المأزق. أخوي محمود ذكر مسألة الإمكانيات للعلم، فما مشروع كامل متاع دعم الإعلام من الاتحاد الأوروبي أمضي مع الحكومة هذه فيها أكثر من تقريبا 10 مليون أورو لدعم الإعلام، سواء في التكوين سواء في معدات حتى في مؤسسات العمومية، لكن هذا الإمضاء أو هذا البرنامج كله في رفوف وزارة الاستثمار تقريبا حبر على ورق. يعني ما فماش نية، يعني الشيء موجود، المساعدات يعني التمويل موجود، وحتى حد ما تدخل وقال تصرف في باش يشوف الموضوع هذا. سي محمود هو من قبيله يحكي على التغطيات الاعلاميه للعمليات الارهابيه، وانا نحب نعرج على احاله عدد من الزملاء في القناه الوطنيه للتحقيق، زملائنا تم الاستماع ليهم من قبل الوحده الوطنيه للبحث في جرائم الارهاب الجرجاني كمتهمين على معنى عدد من فصول قانون مكافحه الارهاب وفصل من المجال الجزائيه، وذلك بتهمه تمجيد الارهاب وتكوين وفاق ارهابي. كنا نعرفه طبعا بعد بث صور شهيد السلطاني في شهر نوفمبر. قبل ما نحكيه في الموضوع انا نحب نسمع شهاده زميلنا حمد الغداوي رئيس تحرير سابق بالاخبار في القناه الوطنيه قبل ما نحكيه في الموضوع هذا. تفضل. الناس تحكي على راس تعدى في 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 نشره الاخبار اللي تعدى راهو كيس اسود، حتى واحد من نجم يقول انه فما راس في الكيس الاسود هذاك، لكن فما صور ابشع من هذيك تعديت في مواقع الكترونيه في صحف الكترونيه
وما وجهولهمش التهمة اللي توجهت لنا احنا، تمجيد الإرهاب وتبييض الإرهاب وتكوين وفاق إرهابي وكذا. نحكيه على استهداف للتلفزة الوطنية، استهداف للمرفق العمومي. التلفزة الوطنية اللي هي كانت من منذ الوهلة الأولى كانت منخرطة في الحرب على الإرهاب. ما تجيش التلفزة الوطنية الآن تجي تتمجد الإرهاب، هذا غير مقبول. يعني أنه تعدي صحفيين بمقتضى قانون الإرهاب بعد ثورة مش حاجة كبيرة، حاجة خطيرة زيادة على الإعلام، تهدد الإعلام. طبعا حاجة خطيرة ياسر، لأنه الصحفيين هم صحيح مواطنين ومعناتها كيف الناس الكل، ولكن الصحفي عنده حاجات تحكمه، عنده معناتها قوانين تنظم القطاع هذا، فما مرسوم 115 اللي ينظم القطاع، فما القانون الأساسي للتلفزة الوطنية، فما مدون سلوك اللي موجودة في التلفزة الوطنية، وعلى أساسها نجموا احنا نحيلوا الصحفيين أو نتبعوهم إداريا. أنا ما تكلمتش في الوسائل في وسائل الإعلام في الوقت هذاك لأنه اختيار مني، أنا اختيار لأنه فما حاجات أنا كنت نعتقد أنه هذه مسألة مهنية داخلية سيتم حسمها داخليا في إطار معناتها القوانين اللي تنظم العمل في التلفزة الوطنية، وفما هياكل مهنية، فما لايكا، فما الهيئة العليا للاتصال السمع البصري، فما نقابة الصحفيين. يعني هذوما الناس اللي ينجمون نعود إليهم بالنظر واللي نجمون ينظرون في المسألة هذه. يعني هذه مسألة ما هيش متاع بلاتوات وتحضر في بلاتوات وتتحدث في بلاتوات، خاصة نعود نقول راهو هذايا معناتها نحسوا أنه حتى البلاتوات اللي صارت، وفما بعض البلاتوات صارت في 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 تلفزات خاصة كان الغرض منها استهداف وتشويه التلفزة الوطنية، وتسألنا حتى في فما بلاتو في 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 تلفزة خاصة معناها فما حضور متاع الناس لا علاقة لهم بالموضوع. من المفروض أنه ليكام من الأول طالب بفتح تحقيق، لو ما كناش نوصلوا للمسألة هذه، ولكن فما حسابات أخرى صارت خاصة في علاقة ما بين رئيس المدير العام السابق ورئيس التحرير والخلاف اللي كان موجود، فكانوا سارعوا لي أول حاجة سارعوا بها هي إعفاء رئيس التحرير من 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 مهامه، ثم بعد كي تم إعفاء رئيس المدير العام تحركت الناس الكل للرئيس المدير العام، ولم تتحرك للصحفي اللي هو ولد المؤسسة واللي هو منخرط في 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 نقابة الصحفيين. أو الناس راهي تتحدث على التلفزة الوطنية وعلى الأخبار، ولكن راهو فما ناس ما تعرفش ظروف العمل نتاعنا. راهو احنا موجودين 9 من الناس، راهو احنا موجودين 4 رجال، معناها 5 نساء معناتها يلزمنا نحييهم الناس هذوكم. راهو مش سهل انك تقف قدام حتى تسمع انه فما استدعاء للجورجين، يعني راهو فما معناتها خاصة وانك تقرأ في الاستدعاء لأمر يهمه ومكش فاهم حتى شيء، بعد تخلط غادي تلقى تهمة، وتهمة كبيرة جدا. نحب نحييهم لأنه الناس هذوكم فما ناس اللي جات نهار 14 نوفمبر جات معناتها من 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 حبها للعمل، لأنه يعني فما ناس كانت تشتغل في الحصة المسائية وجيت نهار السبت الصباح باش تعاون، لأنه فما زوز أحداث كبيرة، فما حدث صار في القصرين، وكذلك ما ننساوش نهارتها اللي فما حدث صار قبلها زادة في فرنسا وحدث كبير ياسر. فنحب نحيي من الناس هذوما، نحيي الناس الكل، نحيي الزملاء والقطاعات المهنية اللي وقفت معانا، وكل الزملاء الصحفيين اللي جاوا حتى من قنوات أخرى يساندوا فينا. وأنا متأكد أنه راهو فما عديد الأطراف الأخرى وخاصة المجال الحقوقي واعين بالخطورة نتاع المسألة هذه، ويلزمهم زادة كذلك يكونوا معنا ويدعمونا في الجانب هذا. إذن خلينا نقول وأنه الموضوع هذا يطرحناه مش لأنه صحفيين هذوما ينتميوا للتلفزة الوطنية فقط، بل لأنه الحاجات هذه تهدد كل صحفي سواء في الصحافة المرئية المسموعة المكتوبة حتى الإلكترونية. يعني احنا كي نحكيه اليوم على صحفي القناة الوطنية رانا نحكيه على الصحفيين بشكل عام، هما معارضين لتتبعات جزائية في المستقبل. وقبل ما نسمع رأي الحضور في المسألة هذه خلينا نشوف وين وصلت تحقيقات مع الأستاذ الصغير سالمي المحامي. منعرفش إذا كان جاهز المكالمة الهاتفية ولا لا. أستاذ الو وين؟ اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. اذا وين وصلت التحقيقات مع الزملاء الصحفيين؟ مرحبا بك ومرحبا بالساده الحضور معك في الاستوديو والساده المشاهدين لبرنامجك. شكرا لك. والله قبل ما نجاوب على السؤال هذا نحب نقول انه الملف هذا يمكن ان يعتبر سابق أو ربما سابقة أولى في علاقة قانون الإرهاب ربما بعمل الصحفي، خاصة عمل الصحفي في مجال الأخبار.
الحقيقة الملف هذا أنا ماذا بيا نتعامل معه بشيء من الحذر في اختيار العبارات حتى لا نزيد ربما في ربما تهويل الأمور أكثر مما تستحق. احنا في مرحلة تقصي في إثارة للدعوة العمومية من طرف النيابة العمومية في جريمة حقيقة ربما معنى في تهمة، لكن تهمة ليست موجهة لأشخاص بعينهم، وإنما هي تهمة ربما متعلقة بأفعال قد تتكون منها جريمة تدخل تحت طائلة هذا القانون. يعني هذا مسألة مهمة لابد من التمييز في شأنها. نجيو للملف في حد ذاته. يعني الملف هو فيه إحالة من النيابة العمومية على بفتح بحث تحقيقي في خصوص الواقعة اللي هي الخبر الذي تم بثه في النشرة، نشرة الظهيرة وبعد الظهر أو نشرة الظهر في يوم 14 نوفمبر. يوم 14 نوفمبر والنشرة هذه كانت بثت الخبر هذايا، وخاصة الصور. احنا انا شخصيا شفتهم الصور هذوما، يعني حقيقة ما نجمش نأجل رأيي فيهم، ونجم نتوا نقولوا انه صور لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تتكون منهم جريمة، لأنه يعني ما مانيش نراه في جريمة. يعني صورة معناها دامت ربما في وقتها ثانيتين، زوز ثواني، يعني زوز ثواني، والمحتوى كان محتوى لا يمكن أن نرى فيه معناها ما يمكن أن يكيف كفعل مادي أو ركن المادي لجريمة من جرائم التي نص عليها قانون الأساسي. حقيقة هذه مسألة أنا رأيي فيها معناها حاسم، ونتصور أنه الرأي هذا يمشي يكون رأي الجهات القضائية وربما الجهات الحقوقية التي ستطلع ربما لاحقا على مظروفات هذا الملف. فيما يخص مواقع الأطراف اللي هما معنيين بالبحث أو السماع، يعني حتى البحث ماذا بيه مستعملش كلمة، لأنه لا وجود لاتهام مباشر لأشخاص بعينهم في هذه القضية. صحيح أنه تم سماع عدد من الأطراف، وهم كل فريق تقريبا كامل فريق الصحفيين والتقنيين، نعم الصحفيين والتقنيين المكلفين بإعداد وبث نشرة الأخبار في النهار هذاك، وبعض الإداريين، لأنه قاع سماع كذلك رئيس أو مدير القناة الوطنية الأولى، وكذلك الرئيس مدير العام السابق اللي وقع معناها انتهاء مهامه في الفترة هذه. الموضوع هذا تم سماحهم من طرف معناها الضابطة العدلية في إطار تنفيذ لإنابة عدلية من السيد قاضي التحقيق، والأبحاث الأولية اللي هي معناها سماعات تمت في أجواء معناها الحقيقة فيها معناها احترام، إلى درجة أنه معناها ما نجمش أنا شخصيا، لأني حضرت مع البعض الحقيقة، مش مع الكل، لكن حضرت مع البعض في هالإنابة العدلية دي، وما ريتش اللي فما معناها تعامل على أساس وأنهم متهمين، وقع سماحهم بكل حرية وعبروا على موقفهم. صحيح وأنه الإحساس والواحد فما شوية معناها نظرة ربما يقول لك أي نعم فما بحث جزائي مفتوح، ونحن أطراف فيه، ونحن صحفيين وبصدد القيام بدورنا كصحفيين. الأفعال هذه لا يمكن أن تدخل تحت بحال الأحوال تحت طائلة قانون الإرهاب. ربما هي معناها من قبيل المؤاخذة، ربما أقول أنا لست متخصص في المجال الإعلامي، ولكن هنالك قوانين أخرى، هنالك تراتيب أخرى يمكن أن تتم معناها التصرف. نعم واضح أستاذ، واضح أستاذ، شكرا لك أستاذ صغير سالمي، شكرا لك. إذا سي هشام سنوسي، الخطأ صار نهار 14 نوفمبر، لايكا أصدرت بيانها يوم 18 نوفمبر. سمعت زميلنا الصحفي ورئيس تحرير سابق حمادي الغداوي يعيب على لايكا وأنها تدخلها كان متأخر أو ما كانش في الوقت المناسب، ولم تأمر حتى بفتح تحقيق في الحادثة. مع الأسف مش هذه الحقيقة، لأنه في نفس النهار اللي تبث فيه هذا صار اتصال بين الهيكا وبين رئيس المدير العام. في نفس النهار تمت يعني أول شيء إعفاء الرئيس التحرير دون فتح تحقيق في الغرض. مش لا يحق للهيكا أنها تعفي رئيس تحرير، مش من حقها. مش انتم اعفوا رئيس المدير العام، رئيس المدير العام في اليوم في اليوم الموالي تم اعفاء عزل رئيس المدير العام. يعني باش تشوفوا الاحداث، خرجنا من القضيه في حد ذاتها واصبحنا في تدخل الحكومه في الاعلام العمومي واتخاذ قرارات.
يعني تعزل بدون الرجوع إلى الهيكا وتعين بدون الرجوع إلى الهيكا، دخلنا في إشكال آخر. يعني ما لازمناش نخلطوا الحقيقة لهنا، بل بالعكس نحن نقولوا أنه لو تفتح تحقيق داخلي وشفنا الظروف، هذا المفروض اللي كان يصير، الظروف اللي قدموا فيها الصحافيين واللي خرجوا فيها بدون حماية إلى منطقة المنطقة اللي استشهد فيها، وأنه وسائل الأمن والعسكر ما وصلوش المنطقة هذيك، والصحفي أعزل وصل للمنطقة هذيك، وفقط أنه افتح الفريجدير يعني ما ثماش حكاية الرأس مش موجودة. يعني برشا من السياق متاع العملية كيفاش تم تغييبه. الحاجة الأخرى أنه علاش أنه هذا الموقف من الحكومة، لأنه إذا نشوفوا المشهد بشكل عام ونشوفوا الحكومة شنو قاعدة تعمل، خرجت سحبة مشروع متاع النفاذ إلى المعلومة، بعدين خرجت مشروع متاع قانون اللي هو حماية حاملي السلاح، واللي نجم يتعاقب فيه الصحفي لمجرد الشروع أو التفكير بالنية يوصل إلى 4 سنوات أنه يفكر باش يصور. بعدين قانون الإرهاب، كل هذا شنو كيما كنا نحكيو تو على الازمه، انه يخول لنا القول انه عندنا خشيه حقيقيه من تعامل الحكومه بثقافه قديمه مع المشهد الاعلامي. فاليوم وقت نقولوا انه يهزوا صحفيين، واليوم على فكره باش نعطيك معلومه، اليوم ثم صحفيين تم استدعائهم من اذاعه المنستير وتم الاتصال بيا في هذا الجانب لإدلاء بشهادة ربما. كل هذا اليوم يخلينا أنه نتحفز، يخلينا على درجة كبيرة من اليقظة، ونقول ثم شيء لازم يتصلح في علاقة الحكومة بالإعلام. محمد، صحفيين وانت تخدم في التلفزة الوطنية وتعرفوا أنه كل حدث إرهابي يجند كل صحفيين اللي يجي من داره حتى وكان ما يخدمش، يلقى روحه في نهاية الأمر في التحقيق. ما نقولوش خطأ مهني أو مش خطأ مهني، مانيش باش نختلفوا فيه، ولكن إنسان يجي يخدم من الصباح لليل ويجند لتغطية هذه الأحداث الإرهابية أو غيرها ويلقى روحه أمام التحقيق. حماد الغداوي قال هناك استهداف للتلفزة الوطنية. شوف، هو الخطأ مهني احنا قررنا به حتى كهيكل، قلنا هذا خطأ، ولكن يعالج في إطار المرسوم 115 الفصل 13 واضح فيه، يقول لك لا يمكن محاكمة الصحفي خارج إطار المرسوم هذا في إذا ما لم يعني معناتها يخالف أخلاقية المهنة. دونك المشكل أنه الدعوة أثيرت كما قال السي هشام تو، يمكن بسبب عدم وصول الجيش والأمن قبل التلفزة، التلفزة وصلت قبل، إيه المشكل؟ عدت اللقطة، وحتى اللقطة كي شفنا ماهيش يعني شفنا لقطة في 2 ثواني ماهيش اللي باش في الأخر يحاكم أو يسأل أو يبحث الزملاء بتكوين وفاق، أي وفاق، معناتها المجموعة، معناتها يحب يقول الإداريين والتقنيين والصحفيين اللي في القصرين الكلهم توافقوا على تمجيد الإرهاب، معناتها شيء يضحك، معناتها هذايا كان فقط أنه، وكان ذكره هو الرئيس المدير العام السابق أنه وزير العدل اتصل به على أساس الدعوة هذه، دونك كانت العملية يعني ولد كان بالضبط، كانت يعني وقتها وزير العدل هو نفسه وزير الدفاع أثار الدعوة اللي أثار الدعوة النيابة العمومية. دونك العملية هي تخويف، هي طرق لتخويف العاملين في القطاع، لتخويف المرفق العمومي، باش انا الخطر انا معز حتى مع الزملاء يومها فما زملاء يقول لك انا وقت اللي انا نتحاكم، طبعا هذا مش بيصير، مي في لحظه غضب يقول لك انا ما عادش نغطيها الاحداث هذه، قالت يعني انا شنو اللي يحميني، اتقالت، انا شنو القوانين اللي تحميني، شنو المؤسسات اللي تحميني اذا كان نقوم باي تغطيه، لانه اليوم قانون باربع فصول تحاكموا في الفصل تقريبا 5 11 13 31 ومعهم الفصل 32 من المجله، معناتها اش باش نقول لك، قداش معناتها التهمه نتاع انا ما نتصورش حتى الارهابيين شفنا واحد يتحاكم به، معناتها كانه اليوم المشكله الوحيده هي اللي صارت في في في, في نشرة الاخبار اليوم. نعم سي محمود، هي القضيه معناها تهم التلفزه الوطنيه، لكن احنا نعتبرها انها سابقه وباش تكون عندها تبعات معناها خطيره على معناها تعاطي الصحفيين مع مثل هذه القضايا والملفات الحساسه. يعني وقت تجي صحفي، صحيح الاستاذ تكلم على اساس انهم عوملوا معامله معناها حضاريه، وصحيح انه احنا نذكروا ومعناها ونقول لهؤلاء الناس تهنوا، راهو الصحفي ماهوش فوق القانون، راهو الصحفي يخضع للمساءله، المنتوج الصحفي يخضع للمساءله، لكن ثم طرق. وقت تجي تجرم العمل الصحفي هذه سبقه خطيره، وقت تعدي صحفيين احنا نحترموا القضاء، لكن تعدي الصحفيين على معناها على معنى قانون الإرهاب الفصل 31
اللي يتهم بتجريم الإرهاب بالتمجيد الإرهاب والحكم معناها حكم ثقيل طريقة معناها طريقة خطأ مهني يعني هذا أنا نحب نمشي أبعد أنه هذايا راهي الممارسات هذه باش تشجع الصحفيين على الرقابة الذاتية لأنه كما ذكرتي ما ثماش حماية كبيرة للصحفيين القوانين معناها القوانين يعني تؤول ويمكن أي عمل صحفي مهني خالص وقد يكون فيه أخطاء مهنية قد معناها يجرم وقد معناها يحال باسم قانون الإرهاب هذه معناها بالنسبة لنا احنا هذه مشكلة كبيرة احنا دائما نقول أنه سابقة أنه لا يجب تجريم العمل الصحفي ولا يجب تفعيل قانون الإرهاب في المجال الصحفي هناك أطر أخرى وهي النتيجة أنه احنا الآن يعني هناك معناها معناها خشية من أن تستخدم هذه القوانين سواء القوانين يعني احنا رينا ثلاثة ولا أربعة مشاريع قوانين منذ بداية سنة 2015 الكلها تصب في ضرب حرية التعبير بسرعة قبل ما نختم في الختام ضروري وأنه تكون فما دورات تدريبية لرسكلت الصحفيين ما فهمش لا هي موجودة لا يعني هو يعني أنا كما ذكرت يعني إحنا هذه الظاهرة مستجدة ظاهرة الإرهاب بدأوا الصحفيين منذ الهيكل المهني والصحفي منذ 3-4 سنوات بدأوا معناها في دورات تدريبية نعرف لأن ثم الإمكانيات ناقصة إحنا نعرف في والله أنا ما حضرت حتى دورة تدريبية يعني أنت ما حضرتش قدمت برشا برامج خاصة بالتغطيات خاصة بالعمليات يعني الإرهابية يعني وما حضرت حتى دورة تدريبية وما جتني حتى معناها فورماسيون في دورة تدريبية يعني ثم لا هو المطلوب أنه الهيكل المهني وكذلك المؤسسات الإعلامية التلفزيون الوطني من واجبها يعني أنها عندما ترسل صحفيين إلى مناطق النزاع لابد أن يكونوا متدربين ونعرف في المؤسسة الإعلامية كبيرة سامحني أنه يمنع منعا باتا في المؤسسة الإعلامية التي تحترم نفسها يمنع منعا باتا إرسال الصحفيين إلى مناطق النزاع والمناطق الخطرة دون أن يكون لهم أول شيء معناها حد أدنى من التكوين ونعرف التكوين يعني ما هوش يضيق المجال بذكره الآن وكذلك الإمكانيات احنا الصحفي يمشي للمناطق النزاع وراه جيش من المساعدين والضمانات باش نختموا لأن الوقت ده على مسألة الدورة التكوينية بكل صراحة ما لازمناش نوقع في هذا الفخ هناك إشكال سياسي حقيقي فيما يتعلق خاصة بالعلاقة مع الإعلام العمومي استقلالية الإعلام العمومي وحريته بالتالي ما نطيحوش في الفخ لانه الدورات التكوينيه لا بالنسبه هذا يحكي الدورات التكوينيه بالنسبه للصحفي كيف لعب كره القدم يعني حاجه لازم دوريه وضمن راه ما تعنيش الدوره التكوينيه ما تعنيش انه الصحفي ما هوش في المستوى حكينا في علاقه الاعلام بالصحفي هذا حكينا فيه نحكي لك توا دورات لتجنب مثل هذه الاخطاء ضروري ما تكون فما ضروري وموجوده الدورات التكوينيه وانجزت العديد من الدورات التكوينيه حتى مع سامحني حتى مع رجال حتى مع رجال الأمن ومع الجيش ثم دورات تكوينية وتم إنجازها عن طريق الكاب جي سي أو عن طريق الهيكا أو عن طريق النقابة الوطنية للصحفيين ثم دورات وثم دورات تقوم بها المؤسسة من قبل ذات وإحنا بلادنا ضرورة بالعمليات التكثيفة ضرورة التكثيف لأن توصل كل صحفي وأكثر من دورة تدريبية ويبقى السؤال الأساسي يكون عندنا قضاء مختص في تعاطي مع ما يعرف بقضايا الصحفي هذا مهم جدا السؤال الأساسي هو توفير الجانب المعنوي والذهني للصحفي انه يقوم بالعمل نتاعه والاعتراف بدوره انه ما ثماش جمهوريه ثانيه بدون قضاء مستقل وبدون حريه عمل صحفي هذا لازم نعترفوا به بالله نقطه واحده فقط يعني مهمه جدا راهو على مستوى سامحني حتى على مستوى العالم الى حد الان لم يقع ما ثماش تعريفات معناها للارهاب ولا معناها للتعريفات معناها لقضايا الارهاب نعرف اليوم مثلا الصور الصادمه هناك من يرى انه من معناها الخطأ في المعنى المشكل فقاعة في التلفزه هناك من يرى انه الى حد ما يمكن معناها تمرير الصور الصادمه يعني دون استغلالها تجاريا يعني اليوم راهو مش التكوين فقط يعني حتى يعني ثم مقاييس لازم نتفقوا عليها في الميدان المهني ويلزم الصحفيين والهياكل المهنيه هي تقيم الاخطاء المهنيه ما يقيمهاش اطراف اخرى هذا هو محمد شو هو المشكل الكبير بالنسبه لنا احنا نتصور الاراده السياسية وقبل كل شيء اللي فعلا اليوم الحكومات الموجودة هذه تحب إعلام عمومي وتحب يعني إعلام حر ومستقل وتكون تعبر عنيتها وإحنا كنا حتى كنقابة عام الإعلام والنقابة الوطنية الصحفيين طلبنا بإحداث لجنة في البرلمان
تعنى بالاعلام، يعني تكون نجموا احنا كهياكل نكونوا يعني متصلين بها ونشوفوا كيفيه يعني اصلاح القطاع سواء في الصحافه المكتوبه ولا في الاعلام السمع البصري العمومي خاصه، ولكن الى حد الان ما ثماش استجابه وما ثماش نيه للشيء هذا. واضح. نور الدين نختم معك. نعم، هو في الحقيقه المساحه هذه بتاع حريه الاعلام للصحفيين هي تبقى بيد الصحفيين مش بيد حتى طرف اخر. الصحفيين بامكانهم يحافظوا عليها وبامكانهم يوسعوها وبامكانهم ايضا انهم يضيعوها اذا استجابوا لاي ضغوطات سواء كانت حكوميه او حزبيه او غيرها. هذه نقطه. نقطه ثانيه في علاقه بالقضيه نتاع الزملاء في قسم الاخبار. نعم، اعتقد انه ثم اشكال حقيقي في السرعه في تكييف التهم الموجهه للاعلامي على ضوء بين ظفرين الاخطاء هذه، يعني مباشره تمشي للقانون الارهاب او المجال الجزائي وتوجه، واعتقد انه التكييف هذا فيه اشكال حقيقي رغم انه في المراسيم يعني موجوده كيف بين ظفرين يحاسب الصحفي إذا ارتكب خطأ مهني، خاصة أنه بين ظفرين خطأ مهني، لكن طبعا اتفقنا أنه خطأ إذا كان ارتكب الخطأ المهني كيف يحاسب؟ هذه النقطة. وما هوش فقط، أنا أتذكر أني أيضا تعرضت إلى مسألة كما هذه واتهمت بالتواطؤ مع الإرهاب. المسألة الأساسية هو في علاقة بالتكوين وفي علاقة بالتدريب، أعتقد أنه مسألة مهمة. وسي محمود راهو مسألة الإرهاب كما هي مستجدة للسياسيين للصحفيين، حتى للسياسيين وحتى الأمنيين تو يقولوا أنه راهي مستجدة. أعتقد أنه أنا شخصيا مع مسألة التدريب، والتدريب ما نقصده ماذا نقصده به؟ هي القدرة على تكوين خلفية في علاقة بهذه المجموعات وكيف تتصرف وكيف تتحرك وإيجاد الفواصل بيناتها حتى ما نرتكبش أخطاء ونحن نغطي العمل الإرهابي هذيك. نعم، واضح. شكرا لكم ضيوفي الكرام، سي هشام مسنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، سي محمود الذوادي رئيس مركز تونس لحرية الصحافة، شكرا لك على الحضور. محمد السعيدي كاتب عام نقابة الإعلام، شكرا لك. ونور الدين المباركي كرونيكور حصة، شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم في أسبوع.